السلام عليكم، كيف الحال أصدقائي؟ لاباس عليكم؟ كل شيء بخير؟ شفت بزاف ديال التعليقات كتقول فين غبرتي، فين مشيتي، وهذا الناس اللي مولفيننا في القناة راه عارفين بلي في الاخر ديال الشهر كنغبروا واحد الغبرة، كنرتاحوا فيها وهذا، وكنعاودوا نرجعوا. على العموم الجزء الاخر ديال انتي خريستوس غيكون هو الفيديو الجاي تقريبا كنظن، وهاد الصوت هذا راه ماشي هو هذاك، ف قبلوا على ما وجد. هاد القصة راه واعرة، نتمنى تكون في المستوى وتعجبكم كاملين. انتم عارفين بلي جيم مهمة بالنسبة لينا، فما تنساوهاش تعليقات وداكشي ديال الجرس ودوك اللعيبات بلا ما نوصيكم عليهم. اخيرا سير شي بلاصة مزيانة، دير كيشمان مزيانين، تكلم مع روحك ويلا بينا. أرض كاتاريكا، في الظلام الباهت للواقع كنعيش أنا سليم، شاب عادي كنعيش حياة روتينية ومألوفة، حياة اللي نقدر نقول بلي كيعيشوها كاع الدراري اللي في العمر ديالي، ولكن غتجي واحد العاصفة اللي غتبدل لي حياتي كاملة، من حياة مملة لكابوس. كيفاش أنا غنلقى راسي في أرض كاتاريكا اللي الناس ديالها ما كتشبه الناس وقوانينها ما كتشبه قوانين؟ بقلم الكاتب محمد جمالي، رابط القناة ديالو كاين في الوصف، دخلوا عندو زوروه. كنا شادين الطريق وراجعين من رحلة اللي دوزنا فهاد الصيف هذا، دوزنا عند جدي في البلاد. كنت صراحة راجع وما حاملش راسي، عاود تاني غادي نرجعو للقراية والفياق بكري، شلة سويع وتمارة والطونسبور والمرض الكحل. تمنيت تكون مسالاش الصيف، حيت الصيف داز بحال غمشت عين. وانا ساهي في الطريق وكنفكر، شاف فيا الوالد من المراية ديال الطوموبيل القدامية وقال لي: اش كاين سليم؟ مات مخنزة وما عجبك حال، رغم اللي شدينا الطريق وانت مغيا. قلت لي: والو الوالد، غير عيطني الطريق. شفت فيه الوالده وغمزاته وبداو كيضحكوا. قلت لهم: مالكم اش كاين؟ قالت لي: والو والو. انا عرفتهم علاش كيضحكوا، هو واحد السيناريو كان وقع، ما عرفتش حتى الوالده منين جابته. سيناريو ديال اني كنبغي بنت خالي، هادشي علاش كيضحكوا عليا. ما ديتهاش فيهم وبقيت حاضي الطريق. وقبل ما ننسى نعرفكم براسي، أنا سميتي محمد سليم وكيعيطوا لي سليم، عندي 17 سنة دغيا عادي، ما كاين حتى شي حاجة كتميزني من غير اللحية اللي ناط لي قبل من الوقت. كنت مقدر واحد شوية واللي شافني يعطيني كتر من اللاج ديالي، عندي الباك هاد العام هذا، الوالد والوالدة مزيريني وبزاف، كيعجبني أنا نصاوب لي زانستوري ديال الراب، وعز عليا حتى التصوير الفوتوغرافي، كنت كنصور أي حاجة شافتها عيني وعجباتني. ومن اعز الحوايج عندي هي واحد الكاميرا، جاتني كادو من عند الوالد. اجيو دابا نعرفكم على عائلتي. الوالد 48 سنه، طبيب ديال السنان، من اطيب خلق الله، ظريف وحنين وعز عليه انا بزاف، بما اني الولد الكبير ولا الولد الاول ديالو. اما الوالده سميتها خديجه، 36 سنه، ما خداماش، ولكن هي الشاف والكولونيل والجنرال في الدار، واللي قالتها خاصها تنفذ بدون نقاش. وهذا اللي ناعس حدايا، شفتوه؟ هذا خويا الصغير سميتو مهدي، عنده 15 سنة، هو باسل واحد شوية ولا كما كنقولو داصر، وديما مضارب أنا وياه، راكم عارفين المشاكل التافهة اللي كتكون بين الخوت. على العموم دخلنا في لوطوغوت، حطيت راسي على الزاج ديال الطوموبيلة وبقيت كنشوف الطوموبيلات اللي كيتمشاو عكسنا. كنت كنحاول نبقى فايق ولكن والو، داتني عيني، غرقت في الناس. وبعد واحد المدة اللي ما عرفتهاش شحال، فقت حكيت عيني وشفت فجاج ديال الطوموبيلة، وهي تبان لي الشمس قريبة تمشي، والجو ولات غالبة عليه الحمورية، وانا نقول: واش وصلنا؟ سمعت الوالد قال لي: ما بقى والو، ما بقى والو. بعد شوية ديال الوقت دخلنا مع المدينة، وبالزربة وصلنا للعمارة اللي ساكنين فيها. طبطنا داك الشي من الطوموبيلة وطلعنا للدار.
انا دخلت نيشان لبيتي، بيتي اللي حتى هو غنوصفو لكم واحد شويه كان عامر بالتصاور اللي كانوا معلقين في كل شبر منه. تصاور ديال فرق موسيقيه قديمه بحال الايجلز ولا الباك ستريت بويز ولا لينكين بارك، هادو كلهم كانوا عندي في البيت. تلهيت في الفراش وواحد راحه حسيت بها ما يمكنش. كتعرفوا داك الاحساس ديال ملي كتكون لاعب شي ماتش ديال الكره وكتجي تدوش وكتلحت ناس، هو هذا. حيت انا غرقت في النعاس بمجرد ما غمضت عينيا وانا ناعس، سمعت واحد الصوت كيعيط عليا: سليم نوض نوض غتعطل على المدرسه. ما ديتهاش في الصوت ورجعت ناس تحت، حسيت بشي حاجه تجرات من فوق مني. اكيد هادي غير الوالده حيدت عليا المانطا. نط مساخيش وعينيا معمشين حكيتهم وقلت لها: اش كاينه الوالده؟ قلت لي: شحال وانا كنعيط لك، مالك ميت؟ نوض لبس حوايجك وهبط تفطر، غادي تعطل على مدرستك. خرجت هي من البيت ورجعت انا لبلاصتي وبقيت كنشوف في السقف. كلكم غتكونوا عشتوا هاد التجربه هادي، كتبقى تشوف في السقف وانت فيك الناس ومفقوس ونادم على كلشي وما كراش تغطاو الناس، ولكن ما عنديش حريه الاختيار. جمعت الوقفه ونطت دخلت الحمام غسلت وجهي، بقيت كنشوف في المرايه وكنهضر مع راسي كندير شويه ديال الموتيفاسيون. وهاد اللعيبه هادي قريتها في واحد السيت، قالوا انها كترفع من المعنويات ديال الشخص. من بعدها بطل تحت، لقيت الوالد ومهدي خويا جالسين فوق من الطابله وقلت لهم صباح الخير. قال لي الوالد: صباح الخير اولدي. جلست فطرت ومن بعد لبست حوايجي وخرجنا للمدرسه. لما نشدكم في الطريق معايا ونديكم من اللي وصلت للقسم. دخلت القسم وبديت كندور في راسي كنقلب على شي بلاصه خاويه نجلس فيها. وانا كنقلب عيني شافت واحد اليد كتشير ليا، شفت فيها وابتسمت وتحركت لجهتها. قلت لي: كي درتي حتى قنعتي الحارس العام يحولك عندي؟ قال لي: سهله صاحبي. ضحكت وقلت لي: انت كل شيء سهل عندك الساط. دخل الاستاذ وتلفتنا لجهته وسكتنا. دوزت الحصه كامله وانا مجبد فوق من الطاوله. سالات الحصه وخرجنا. هاد الدري صاحبي سميتو مراد. قال لي: الليله غادي تدوز زاهيه. قلت لي: علاش؟ قال لي: انا وين زعما نخيم انا والدراري في واحد الجبل قريب من واحد الدوار. قلت لي: شمن تخيام هذا؟ قال لي: غير بيناتنا حنا الدراري، نضحكوا ونشطوا واحد شويه، اش بالك تمشي معانا؟ قلت لي: ما علمتينيش قبل. لا ما نقدرش، واصلا ما يخلينيش الوالد نبات برا الدار. هزيت عينيا في مراد اللي كان كيضحك وقلت لي: ماك كضحك؟ قال لي: واش انت باقي صغير؟ راه عندك 17 او بقى شاد فيا مراد وكيضحك عليا وحنا داوين. تمشينا شويه تبان لنا واحد الكليكه ديال الدراري كيشيروا لمراد. قلت لي: شوف مع دوك خوتنا اش باغين؟ راه كيشيروا لك. شاف فيهم وقال لي: هادو هما الدراري اللي قلت لك واقيلا باغين يدوا على التخيام نيت. يلا يلا نمشيو لعندهم. قلت لي: اش غندير انا معاكم تما؟ قال لي: غير الله صاحبي، غير وقف معانا واخا ما تكونش غادي معانا. تحركنا وقفنا عند الدراري، سلمنا عليهم وقال لهم مراد: ايوا الدراري واش قادي شو المسائل اللي غنديو معانا؟ قال واحد فيهم اللي كان سميتو سمير: ما تخافش الصاد كل شيء موجود. قال لي مراد: مزيان. والطوموبيل؟ قال لي: سمير على حساب عالي هو اللي غادي يدبر فيها. شاف فيا انا واحد من دوك الدراري وقال لمراد: وصاحبك واش غيمشي معانا؟ قال لي مراد هو كيضحك: لا 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 ما يخليهش باه، ما يمكنش يبات برا كيخاف عليه. شفت انا الدراري حابسين الضحكه وما رضيتش، والله ما رضيت. عقل الصغار وصافي وقلت لهم: لا انا غنمشي معاكم. غير مراد هز عليه الضحك، شاف فيا مراد وتعجب وهزيت انا كتافي. ما عرفتش الاخوان واقيلا تسرعت، كون ما قلتش ليهم غنمشي كان غادي يطلعوا عليا ديال بصح وغنبان برهوش. قال لهم مراد: يلا نخليكم الدراري، حنا غادي نمشيو عندنا شي غارات انا وسليم. جارني مراد من يدي وقال لي: يا قلتي لي ما غتمشيش اش وقع؟ قلت لي: تا واش باغي صحابك يطلعوا عليا ولا شنو؟ ونبان انا ماشي راجل. قال لي: ايوا دابا كي غدير تتقنع باك يخليك تمشي معانا. قلت لي: انا براسي ما عارفش ولكن غنشوف كي ندير ولا نقدر ما نمشيش. قال لي: مراد دبر راسك الساط، المهم حنا غندوزو عندك مع ديك العشره ديال الليل باش نهزوك ونتحركو. اتفقنا انا وياه وشدي الطريق باش نرجع للدار. وداك الطراجي كامل وانا كنفكر شنو غندير ولا شنو غنقول للوالد باش يخليني نمشي. انا عارف بلي الوالد ما غاديش يخليني، ومني غنقول ليها راني غادي نسهر مع الدراري في الخلا غيبدا يقاد شي سيناريوهات غير من راسو. هادشي علاش ما غنقول ليه والو، فكرت اني غادي نسلت. وصلت للدار دخلت، طلعت لبيتي نيشان
خويت الشكاره من الكتوبه وهزيت فيها داكشي اللي غادي ندي معايا. سديتها وتكيت باش نخشيها تحت السداعي. دخل عليا خويا مهدي شاف فيا وقال لي اش كدير تما؟ قلت لي غير طاحوا لي شي فلوس. نط من الارض وهبط ليزار على السداري وشفت فيه ولقيتو باقي كيدور في عينيه. قلت لي اش كاين اش باغي؟ قال لي والو غير شفتك ملي دخلتي للبيت ما بقيتي خرجتي. قلت لي ماشي شغلك دافع راسك شويه. قال لي صافي بلا ما تقوي الهضره انا خارج. خرج هو من البيت وتحركت انا عند الباب سديتو بالساروت. تلاحيت في فراشي وبديت كنفكر في هادشي اللي غندير. انا الخوت ما عمرني كذبت على الوالد ولا طيحت بكلمته، ولكن شنو غادي يوقع كاع؟ والو غنسمع شويه ديال الهضره ونقير من بعد غادي ينسى. ملي دخلت للدار ما بقيت خرجت على برا البيت، بقيت غير جالس في البيت حتى عيطوا عليا باش نتعشى، ولكن قلت لهم راني عيان وما فياش ما نتعشى. بعد ما تعشى وحسيت بهم كل واحد فيهم دخل البيت وحدك تكاو بكري، جبت الشكاره من تحت من السداري هزيتها في كتافي وخرجت من الدار. بشويه كنتسلت، وقفت في الراس ديال الدرب وبقيت كنتسنى في الدراري. هادي اول مره نخرج من الدار مع هاد الوقيته. بقيت واقف وكيف العاده القاعده الخاويه ديال مراد ما جاو حتى ل 12 ساعتين وانا جالس في الراس ديال الدرب حتى النمره ديالو ما كيجاوبش فيها. جاو لعندي بالطوموبيل، كانت واحد الكليو. شفت مراد اللي كان سايق، خنزرت فيه وقلت لي ماشي راجل انت صاحبي، عطيني الكلمه تجيو عندي مع العشرة ماشي 12. قال لي واحد فيهم اللي سميتو جمال هياك ما خفتي؟ قلت لي ماشي قضيه خوف ولكن قضيه الكلمه هي راجل. قال لي مراد زيد ركب صاحبي زيد برك ما تفلسف علينا راه ما سالناش دغيا. ركبت في الكرسي قدامي حداه وشدينا الطريق. مشينا تقريبا واحد نص ساعه في الطريق من بعد درنا على واحد الطريق اللي كانت بيست وكانت وسط من الغابه. غادي نطلقين المزيكا بالجهد، الدراري اللور كيصفقوا تقول غادي بالدفوع وانا ما مولفش بهاد الاجواء ديال صداع الراس. قصت البطونه اللي كتنقص الصوت وقلت لمراد فين؟ واش باقي ما وصلناش؟ قال لي احنا قربنا. قلت لي فين كاين هاد البلاصه بالضبط؟ قال لي قريبه لواحد الجبل، هو واحد الدوار كاين تما ولكن خاوي ما فيه الساكنه. قلت لي كيفاش خاوي؟ واش كتحماق عليا؟ قال لي ما نعرف اصاحبي بزاف ديال الناس كيخيموا فيه، اصلا الديور ديال داك الدوار غابوا كاملين تقريبا وبقاو غير شي حيوطه. الدوار ناسو هجروه من قديم الزمان ومن ديك الوقيته مبقات عمرات. انا جاتني غريبه الهضره ديال مراد واستغربت من الكلام اللي قال على الدوار هذا، ولكن حاولت اني ما نفكرش بزاف حيت ما قدرت نوصل حتى شي جواب للاسئله ديالي. على العموم بعد وقيته اللي ما طويلاش وصلنا للدوار واللي كيف ما قال مراد تقريبا غيب كامل، بقاو فيه غير شي حيوطه اللي قلاله مفرقين ومغطيهم النخل والشجر والربيع، وفي واحد البير اللي كان ناشف. الدوار هذا كان غالب عليه طابع الخلوي ولا الصحراوي، والبني ديالو مبني على ديك الطريقه القديمه. الديور كانت بحال شي كواخ اللي قدام خربات ومبنيين بالطوب. في ديك الليله كان القمر كامل ومضوي على الدنيا، كنت قادر نشوف الوراق ديال النخل اللي كتحرك وكيحركها الريح. سمعت مراد نطق وقال يلا الدراري ما جيناش هنا باش نبقاو نشوفو، خلونا نقلبوا على شي بلاصه تكون الارض فيها مقاده باش نخيموا فيها. قال واحد من الدراري اللي كان سميتو علي هي هز هز عينيك شوف ديك البلاصه اللي لهيه. نعت لي جيت واحد البلاصه كاينه تحت من واحد النخله. قال لي مراد واقيلا هادي مزيانه. نطق سمير وقال وعلاش ما ندخلوش وسط من شي كوخ من هادو؟ قال لي مراد حنا جينا من قبر ونتخشاو في قبر ولا شنو؟ لا لا الساط خلينا نتنفسوا شويه ديال الهواء. نزلنا من الطوموبيله وجبدنا الحوايج من الكوفر، جبدنا واحد الزربيه فرشناها في الارض، جبدنا البوطه وواحد الطاجين ديال الطين والخضره، المهم دوك المسائل باش نقادو شي طويجين، واحد البيدو ديال الماء، واحد جوج بغيرت فين غادي نقادو اتاي وحتى القهوه، كاع داكشي اللي غادي نحتاجو خرجناه. ضوينا بالضو ديال الطوموبيله وجمعنا الحطب وشعلنا العافيه دارنا بها. سمير كينصب في الطاجين ومراد كيوجد في البغرير ديال اتاي. صراحة في هاد اللحظة هذا بدا كيعجبني الحال، وكنت غادي ندم كون ما جيتش. هاد الخرجة يمكن تستاهل الهضرة اللي غادي نسمع من عند الوالد غدا. بعد شي ساعة ونص طابط وجهين كلينا رجعنا لبلايصنا وما حد معنا مراد، فكون متأكد انك ما غاديش تمل من هاد الاجواء حيت عنده شي قصص ما عرفتش منين جايبهم، ما عرفتش واش غير كيكذب علينا ولا كاينين هاد القصص بصح. ويلا كان ناوي يعاود لينا القصة ديال عايشه قنديشه مولات المنجل، وانا نقول لهم مراد سكتنا.
بلاصه خلويه بزاف ماشي ديال قصص الخوف، غنوليو منوين غير مجلينا. بداو كيضحكوا الدراري، وفي نفس الوقت من بعيد بان لنا شي واحد هز واحد البيلو جاي قاصدنا نيشان. بدينا كنشوفوا في بعضياتنا وقلت لهم شكون هذا اللي جاي عندنا، شنو باغي منا؟ بقينا كنتسناو يوصل، والصراحه تخلعنا واحد شويه واخا ما كناش باغيين نبينو. حنا في خلال مهجور، يجي شي هبيل ولا شي قتال يقتلونا ولا شي عصابه سكرانين ولا شي حاجه، حتى واحد ما غيسيق لنا خبر. بدا داك السيد اللي كيقارب لينا كيبانو المعالم ديال الشكل ديالو حتى وصل لعندنا. كان واحد راجل شيباني لابس واحد الجلابه في الابيض ومخطط بالصفر وداير على راسو واحد توب صفر ولا عصابه ما عرفتش، شاد واحد القنبه من موراه وجار من موراه واحد العود اللي كان مسرج وكحل. السيد كان هز في يدو واحد البيل اللي كان كبير، فاش قرب لينا بدا كيسني لينا على وجهنا وقال لنا اش كديروا الشباب هنايا؟ قال لي مراد والو عمي غير مخيمين. قال لي شيباني ولكن هاد البلاصه الشباب ماشي ديال التخييم، هاد البلاصه راه خايبه. قلت لي انا كيفاش خايبه؟ قال لينا هنا كيتخباو الشفاره، وملي طيح الشمس كيهبطوا للدواور القراب يشافوا الغنم والبقره. شفت انا في مراد وقلت ليه انت كيفاش جيبنا لهاد البلاصه اللي بحال هادي؟ قال لي ما كنتش عارف اصاحبي، هذاك الشيباني جار العود اللي عنده وربطو في واحد النخله وجا كيقرب لينا حتى وصل لعندنا. جلس حدانا، ومن بعد ما دينا وجبنا معاه في الهضره عرفنا بلي هو الشيخ ديال القبيله اللي قريبه لهاد الدوار الخلوي. شفت انا فيه وقلت ليه لحد الان انا باقي ما فهمتش شنو اللي خلى الناس ديال هاد الدوار هذا يخويوه ويخليوه هكا خلوي. قال لي الشيباني اللي كانت سميتو الحاج الحسن، انا وليدي ما نعقلش على هاد الدوار مزيان ولكن فايت سمع بزاف ديال الكلام والحكايات. قلت لي شنو هي؟ قال لي كيقولوا بلي هاد الدوار هذا كان ناس لاباس عليهم فهاد البلاصه كامله، ولكن العيب اللي كان في الدوار هو ما كانش كيقبل ضيف الله، كان الدوار سد على راسه وما كيبغي يتعاون مع حتى شي حد، ولا كان داير شي حد ودخل الدوار كيجريو عليه. وهاد الشيء كامل غادي يتبدل في واحد العام، العام اللي ضرب فيه الجفاف هاد الدوار هذا، رجعت ارضه كحله، قوى الجوع وانتشروا الامراض بين الناس ديال الدوار. في واحد الليله فاقوا كاملين على واحد الغوات، ملي ناضوا لقاو واحد راجل جالس وسط من الدوار ما عرفوه منين جا. هذاك الراجل كان كيعاود واحد الجمله وكيقول لهم بدلوا العتبه بعتبه، بدلوا العتبه بعتبه، تحت الدوار هذا كاينه ارض سميتها كاتاريكا، تحت الدوار هذا كاينه ارض سميتها كاتاريكا، ارض ما كتشبه الارض وناسها ما كتشبه الناس. ناس القبيله جاهم كلامه في شكل، ولكن هذاك السيد قال لهم بلي كلامه كله صحيح وقطعوا لي راسو الا لقاوه كيكذب. في نفس الوقت الشيخ ديال القبيله لقى فرصه باش يبدلوا حال القبيله، وتاقوا في ذاك السيد وزادهم الطمع حيت سمعوا ذاك السيد كيقول بلي ديك الارض كلها كنوز. ناس القبيله عينيهم تغمضوا ولاو ناويين يدخلوا ذيك الارض حيت الفقر قهرهم. شدوا داك السيد وبقاو كيسولوا فيه ومخبى عليهم والو. قال لهم بلي الطريق ديال الارض كاين وسط من واحد الغار، غار اللي كاين وسط من القبيله، وقال لهم كاين واحد الباب ومن مور الباب كاين الارض. الناس قريبا كلهم تيقوه حيت كلهم كانوا كيامنوا بحال هاد الشيء. وجمعوا الناس ديال القبيله وجمعوا حوايجهم وبداو كيقلبوا على الغار، وما كان صعيب عليهم يلقاوه، كانت هذه قبيلتهم وعارفين من صغرهم بلي داك الغار كيتقال بلي مسكون وتا حد ما كيقرب ليه. ودخلوا ناس القبيله كاملين من الغار، كانوا بغا يمشيو لديك البلاد وديك الارض ياخذوا كاع داكشي اللي فيها، ما خلاو حتى شي حد من موراهم. ومن داك النهار غبا الاثار ديال الناس ديال الدوار. بقى ساكت الحاج الحسن وانا نقول ليه هادشي اللي عاودتي لنا راه في شكل، ولكن الناس علاش ما رجعوش؟ قال لي راه كيقولوا بلي ديك الارض ما كتقبلش الطماعه، وكما قلت لك الناس ديال القبيله كانوا داخلين على الطمع، هادشي علاش يقدروا يكونوا توضروا ولا تجلاو في شي خلا ولا في شي قنت ولا ما لقاوش كاع الطريق. شوفوا نخليكم الشباب خصني نرجع لقبيلتي قبل ما يطلع الفجر. ناض الشارف من حدانا وكف فوق من العود ديالو وقال لنا وياكم تحركوا بلايصكم ويطلع الضو غبروا من هاد البلاصه. من بعد شد اللجام ديال العود ديالو وطلع فوق منه وتحرك. شاف فينا مراد وقال لنا هذا شبع علينا خريف ديال بصح، نوضو نوضو
ضربوا شي دويره في هاد الدوار هذا. يلا نشوفوا غير شنو كاين. قال لي سمير انا باغي نشوف. قال لينا علي خليونا الدراري مريحين. قال لي مراد سكت انت الخواف. شاف فيه علي وقال لي انت اللي خواف، انا غير عيان وما فيا ما نمشي. اما جمال بقى غير ساكت. قلت لهم حتى انا جاني الفضول، يلا نمشيو. شاف فيه علي وقال لي حتى انت سليم غتبعد المدوخ ديال مراد؟ قلت لي راني عييت بالجلسه هنا، خلينا غير نسرحو رجلينا. نط انا والدراري وعلي بقى جالس حدا العافيه. تحركت انا وياه. قال لنا مراد ها هو غادي يتبعنا. وقبل ما يكمل كلامه سمعنا علي كيقول والدراري تسناوني غنمشي معاكم. قال لنا مراد اش قلت لكم؟ ها خواف في غير تخرج العينين. تحركنا وبقينا كنتسير كالوسط من دوك الطيور ديال القريه اللي غايبين. بقاو فيهم غير شي حيوطه اللي متهالكين وما بقى لهم تا هما والو يطيحوا. قال لنا مراد فين غيكون هاد الغار اللي عاود لينا عليه الحاج الحسن؟ قلت لي راه سمعت الشيباني كيقول بلي راه حفره كبيره وحدها جوج ديال النخلات. ويقول لي يا سمير اه شفتها ملي كنت كنجمع في الحطب باش نشعلوا العافيه، راه هي داك البير، راه داك البير هو اللي ضايرين بيه جوج ديال النخلات. راه كاين من مور واحد الخربه ونعت لينا بصبعو جيت واحد الخربه اللي كانت بعيده، هي مطرفه شويه على القريه. تمشينا حتى وصلنا من مور ديك الخربه ولقينا جوج ديال النخلات كبار ووسط منهم كاينه واحد الحفره اللي دايره بحال البير، من بعيد يحسب لينا بير. قربت وطليت وسط منها ولكن ما كانتش بيه، كانوا فيها واحد اللعيبات بحال الدروش اللي هما متهالكين ما مبنيينش مزيان. الضوء ديال القمر كان مضوي وسط من ديك الحفره. وانا تلفت لعند الدراري وقلت لهم اه خلونا ننزلوا نشوفوا شنو كاين. يلا بدون تردد الدراري تا هما وافقوا وبدينا نازلين في دوك الدروش. كنا كنسمعوا غير الصوت ديال الخطاوي ديالنا. مراد قال لي واقيلا هادشي اللي حاطين يعني عليه رجلينا في اي وقيته يغيب بينا. قال لي علي عندك الصح حتى انا حسيت هكا. قلت لهم باغا ما تبقاو تخيلوا خليونا ندخلوا نشوفوا شنو كاين. مراد هو اللي كان مسبقنا وكان شاعل البيل. ومن هبطنا لتحت ديال دوك الدروج ضوينا مزيان لقينا بزاف ديال الصخر وشلا طوقان كاينين قدامنا بحال غيران بحال شي غار مجوي من الداخل. تبعنا الطريق واحد شويه وحنا لقاو راسنا وسط منه واحد البلاصه مفتوحه ما كبيراش بزاف ولكن بحال شي غرفه كاينه وسط من داك الغار. وسط منا كانت واحد الحجره اللي كبيره. قربنا لها ولقينا منقوشين على شي نقوش اللي غريبه. من مور ديك الصخره كاين واحد الطريق ديال الماء عامره بالماء، الماء قليل ولكن كان صافي. الغريب في الامر اننا بمجرد ما شفنا داك الماء حسينا بواحد العطش اللي خطير، تقول يوم كامل ما شربنا الماء. وبالسر بتلاحينا كنشربوا بلا ما نحسوا، كنشربوا بيدينا بواحد الطريقه همجيه. كل ما كنا كنشربوا كنا كنحسوا بالعطش كتر وكيزيد، ما عرفتش شنو وقع علينا. وبعد لحظات القلال طحنا كاملين فوق من الارض مغيبين وفقنا. طبعا ملي فقنا لقينا راسنا مرميين على واحد الارض وسط من واحد الكهف اللي غريب. ماشي هذا هو الكهف اللي كنا فيه حنا، هذا الكهف هذا كانت فيه ريحه الغموليه ولا نقدروا نقولوا ريحه العفن، كانت واحد الريحه اللي مجهده. هزينا راسنا وبلينا في الفوق ديال الكهف كاينين واحد الشقيقات اللي مدخلين لينا شويه ديال الضوء ديال القمر. ديك اللحظه الدراري كلهم سقلوا بقاو كيشوفوا في بعضياتهم، ما كانوش عارفين كيفاش وصلوا لهاد البلاصه هادي. وبكثره السكات كنت قادر نسمع بحال شي صوت ديال القطرات ديال اللي ما كطيح على الارض. مراد اللي نطق الاول وقال فين حنا الدراري واش وصلنا لهاد البلاصه؟ قال لنا جمال شنو وقع لينا؟ قلت له لا ما كنعقل، دخلنا للغار اللي عاود لينا عليه الشيباني وحسينا بالعطش وشربنا من واحد الماء. نطق سمير وقال كلشي منك يا مراد، انت اللي زعمتينا. واش حنا كنحلموا ولا شنو؟ قال لي مراد بلا ما تبقاو تمرضوا ليا مخي، زيدوا كل مسؤول على الافعال ديالو. الدراري كانوا غيضاربوا كاع. تا قال علي الدراري ماشي وقت هاد الهضره، فكروا معايا كيفاش خرجوا من هنايا. قلت لي كنظن بلي راه حنا طيحنا راسنا في شي مصيبه اللي ما هياش، وخفت لنبقاو هنا. تا واحد فينا ما عارف فين كاينين حنايا من غير داك الشيباني، وهادشي كيبين بلي ما غاديش نخرجوا من هاد البلاصه هادي، وغنبقاو هنا حتى نموتوا بالعطش ولا الجوع. هادشي لما غابتش علينا هاد البلاصه. نهد علي وقال اش درنا لشي تخيام كاع؟ شوفوا الندم ما غتفيدنا بتا حاجه، خلونا نتفرقوا ونقلبوا على منين نخرجوا. قال لي مراد لا ما نتفرقوش كاع، غادي نتلفوا على بعضياتنا ونقدروا نتلفوا وسط من الطرقان. هادي ماشي البلاصه اللي دخلنا لها في الاول، خلونا مجموعين حسن. قلت لهم يلا نقولوا بسم الله.
دارنا وشدينا اول طريق حدانا كانت قدامنا وبقينا غاديين وكنحاولوا نلقاو شي طريق تخرجنا من هنا. وصلنا عند واحد ثلاثه ديال الطرقان متفرقين، قلت لهم اين طريق نمشيو فيها؟ هزوا الدراري كتافهم بحال بغاو يقولوا ما نعرف. بقيت انا كنشوف الطرقان وقلت لهم الدراري خير الامور اوسطها، خلونا ندخلوا في الطريق للوسط. فهاد اللحظه بحال وليت انا هو القائد والدراري غير تابعيني بحال الجنود اللي هاربين من ارض المعركه. كنت قادر نشوف الخوف اللي في وجههم. ومع دخلنا مع ديك البلاصه الضوء ديال القمر مبقاش كاين، مابقيناش قادرين نشوفو قدامنا. حتى من البيل ما عرفناش فين غبروا التليفونات ديالنا كاينين في الشكايره، حيت في الاول وبسبب القاعده ديال مراد الباسله التليفونات يتجمعوا باش نقدروا نجمعوا كيف ما بغينا. كون دابا التليفونات في جيابنا كنا قدرنا يمكن نلقاو شي حل. على العموم بقينا كنتلمسوا في الحيط وشادين في حوايج بعضياتنا وداخلين. واحد شويه كنسمع مراد كيقول الدراري حسيت بشي حاجه تهرسات تحت من رجلي. قلت لي زيد اصاحبي وسكتنا، غيكون غير شي عود كارم ولا شي حجره. قال لي لا 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 محال. قلت له كي غنديروا حنا نشوفوا هادشي اللي اسفتي عليه؟ راه ظلام. داي شي واحد فيكم واش هز تليفونه؟ الله يرحم باكم قولوا لي اه. بقاو ساكتين. من بعد عالي ويقول انا راه خليت التليفون في جيبي ما جمعتوش في الشكاره، كنت محتاجه. قلت له قولها من الصباح غدير فينا خير. شديت من عنده التليفون قلب طريزو هو الاول ما لقيتوش. خدمت الفلاش وسنيت في البلاصه في الارض اللي اسف عليها مراد، وتصدمت من المنظر. لقيت هياكل عظميه دياله بزاف ديال الناس كثر من القياس. عرفت بلي هادو رجال ونساء وحتى دراري صغار. تخطف فينا اللون وبرد لينا الماء في ركابي وبقينا كنشوفو في بعضياتنا. قلت لهم شنو هادشي الدراري؟ واش كيديروا هاد العظومه هنا؟ قال لي يا سمير غتكون شي حاجه في هاد البلاصه. قلت لي حاجه بحالاش؟ قال لي بحال شي غول اللي كياكل اللحم ديال البشر. قلت لي اش كتخور؟ ما كنظنش اصلا هاد العظام هادو. ما شفتيش كيفاش مسرحين في الارض وفيهم كاع اللي جالس؟ العظام ديالهم باقيين في بلاصتهم، كون كان شي غول ولا شي مخلوق اللي قتلهم ما كانوش غيبقاو على هاد الوضعيه هادي. وقيل حتى هما وقع عليهم بحالنا وما لقاوش شي طريقه باش يخرجوا. كمل سمير كلامي وقال اييه وماتوا بالجوع والعطش، هادشي اللي بغيتي تقول؟ قلت لي اه. نطق علي وقال لنا ما لاحظتوش واحد الحاجه؟ قلت لي واش حتى انت جاك هادشي اللي كنعيشو نفس القصه اللي عاود لنا الشاعر في الحاج الحسن؟ قال لي اه. وقيل هادو هما الناس ديال القبيله. قلت لي حتى انا فكرت في هادشي. قال لنا مراد خليونا نسدو هاد الموضوع ونكملوا طريقنا. باغا كامل فهمت وما تخليوناش نتخلعوا كاملين. كملنا الطريق وفي الاخر ديالها بدا كيبان لنا واحد المخرج، خرج منه واحد الضوء اللي كان قوي. بقينا غاديين حتى وصلنا لذاك الشعاع ولا ذاك الضوء. غير وصلنا لذاك الضوء لقينا قدامنا واحد الباب ديال الحجر كبير فيه شي نقوش اللي غريبه كلها مضويه، وهي اللي جا من هذاك الشعاع. كان مكتوب فوق من ذاك الباب واحد الجمله باللون الذهبي، وهذه الجمله كانت باللغه العربيه الفصحى واللي هي خلف الصمت هناك ارواح كارهات الحديث. وغهزينا عينينا كاملين قرينا الجمله. تحل ذاك الباب اللي قدامنا بوحده، تحل كامل. طلينا من الباب ولقينا راسنا قدامنا واحد الصحراء اللي شاسعه، الرمله ديالها كانت حمراء. خرجنا كاملين من داك الباب كنشوفوا في ديك الرمله اللي قدامنا. بان لينا بعيد علينا واحد الراجل اللي كان طويل ولابس واحد اللباس اللي قديم. كان لابس واحد السروال ديال الثوب واسع لونه كحل، والفوق لابس واحد الثوب الابيض، وعلى راسو داير واحد العمامه كحله. كان جاي لجهتنا كيجري وبحال مخلوع. من موراه شفنا شي رجال تابعين ولابسين دروع ديال الحديد وملتمين وراكمين على العودان، وفيهم اللي هازين السيوف وفيهم شي وحدين هازين رماح، باينة كانوا تابعين وناويين يديروا لي شي حاجة. السيد جاي كيجري وكيقول لنا جريو هربوا، كيعاود في هاد الكلمة هادي، وبدينا كنجريو تالفين حتى الباب اللي من مورانا اختفى وما لقيناهش. ذاك الراجل سابقنا كيجري وحنا تابعينه، وتشتتنا مع الخلعة. بقيت أنا تابع ذاك الراجل والدراري داروا من واحد الجهة أخرى. دوك اللي كانوا تابعينه تاهما تفرقوا وتبعونا. جماعة تبعت الدراري وجماعة تبعتني انا وخونا. بقيت كنجري انا وداك السيد وما عارفش فين غادي، غير كنجري. بقاو دوك الحراس تابعيننا حتى تقطع فيا النفس ومبقيتش قادر نتنفس وانا نطيح في الارض. استسلمت الامر الواقع. كنت كنشوف في الخطاوي ديال واحد من دوك اللي تابعيننا غاديين وكيقربوا، وشفت السيف ديالو اللي جبتو بغا يضربني به. غمضت عينيا، من بعد سمعت واحد الصوت وحليت عينيا. بان ليا واحد السهم
جا في راس ديال داك الفارس اللي كان باغي يضربني. وبعض لحظات سهم واحد اخر ضرب، شفت لجيت السهم ولقيت واحد البنت راكبه على واحد العود اللي بيض كتصيفط في الاسهم بالزربه. البنت كان شعرها كحل وطويل نازل على كتافها، وكان كيتحرك مع الريح ديال الصحراء. كان فوق من ظهرها مركبه واحد الجعبه اللي عامره بالاسهم، وكانت لابسه واحد الثوب اللي بيض مطرز باللون الكحل. من موراها بانت واحد البنت واحد اخر حتى هي راكبه على عود. قربوا بجوجهم لعندي بالزربه، ودوات وحده باللغه العربيه وقالت لي تحرك بالزربه وركب من مورايا فوق جلوه، يلا غيجيو الجنود الاخرين دغيا. بقات كتغوت وكتنعت لي على العود اللي راكبه فوق منه. نطت لاحيت من موراها وقلت لها صحابي صحابي راه الحراس تابعينهم. قالت لي ما كاينش الوقت باش نعتق صحابك، المهم تنقض راسك انت بعدا. ركبت من مور البنت، وهو يبان داك خونا اللي كان هارب كان مخبي تحت من رمله. مشى كيجري وقلت لها راه معايا. بقات كتشوف فيه ويت لها ركب من مور البنت الاخرى، وبداو كيجريو بالزربه بالعودان. شدينا واحد الطريق وسط من الصحراء، فتنا هو يبان قدامنا واحد الصور اللي كبير بحال دوك القلاع القدام. ما عرفتش مدينه داير بها الصور اللي كبير، وفي الوسط واحد الباب اللي ضخم محلول داك الباب والناس كيدخلوا كيخرجوا منه. بقات غادي البنت بالعود حتى قربنا ليهم. اللي جاني غريب هو اللباس ديالهم اللي كان في شكل كيبان بحال اللباس ديال الناس القدام. دخلنا من داك الباب وعرفت بلي راحنا وسط من مدينه، مدينه اللي زوينه والمباني ديالها متناسقه، مباني فيهم اللون الاحمر ولا البيض، والشوارع ديال المدينه واسعين وكيدوزوا منهم بزاف ديال العربات ولا الكراس خشبيه جارين العودان. الارض مديوره بواحد الحجر اللي كحل متناسق مع بعضياته. انا غير حالف امي وما فاهم والو. وحده من البنات اللي دايره التام ردت لي البال وقالت لي شنو سميتك. كنت كنحاول ندوي معها باللغه العربيه وقلت لها سميتي سليم. قالت لي باين عليك ماشي من ارض كاطاريكا، هادشي من اللكنه ديالك باش كتكلم، اش هاد الحوايج الغريبه؟ قلت لها راني ماشي من هنايا. قالت لي واش انت من سيلا ولا من فوطونا؟ قلت لها شنو هما هادو؟ قالت لي راك باين من بلاد الجنوب ولكن كتفهم العربيه ديالنا مزيان وكتقدر تدوي بها تقريبا. قلت لها حيت راها هي اللغه ديالي الام، اللغه الاصليه. قالت لي انا سميتي ورده. قلت لها شكرا حيت اعتقتيني. بقيت ساكت من بعد وهي ساكته. خرجنا من وسط من دوك الديور لواحد البلاصه كلها خضراء ودخلنا مع واحد الغابه. في طريقنا شفت واحد الراجل سارح بزاف ديال الغنم والماعز كان كيشوف فينا، بقى حاط عينو على خونا اللي راكب من مور البنت، البنت الثانيه، خونا اللي اصلا انا ما عارفوش شكون هو. قلت الوردة شكون هذا الراجل هذا؟ علاش كيشوف فينا؟ قالت لي هذا واحد من البرقاقه ديال المنطقه، حاول تغطي وجهك. سمعناه قال بواحد الصوت مبحوح، شكون هادو وردة؟ هذا اللي وراك كيبان غريب على المنطقه. بقى كيحكر وعاود قال ولكن هذاك اللي راكب من مور بنت عمك ترنيم فايت ليا شايفو في شي بلاصه. قالت لي وردة محال واش كتعرفو مع عمي جابر، هادو غير شي وحدين من العائله وتلقيت ليهم عند الباب. قال لها ولكن اللي كنعرف هو بلي عاكف ما عنده عائله. قالت لي وردة اسمح لي ولكن راحنا تعطلنا. تحرك داك الشيباني وكيبان شاك ممتيقش وكملنا طريقنا. وبعد لحظات قالت لي وردة راحنا وصلنا. شفت قدامي واحد الدار اللي كبيره دايره بحال شي كوخ ولكن كبير، كان مغطي بالشجر وكان بوحدو وسط من الغابه، وحده واحد البحيره اللي صغيره في الجنب ديالو. كان واحد راجل شارف تما كيقطع الخشب بواحد الفاس، الفاس اللي اللون ديالو فضي. قالت لي وردة ماشي بحال الديور ديال الاغنياء كاطاريكا، ولكن راه دار بسيطه كنعيشو فيها انا وبا اختي الصغيره وبنت عمي اللي من مورانا. شفت فيها وابتسمت وقلت لها ماشي مشكل. بقات غاديه حتى وصلنا قدام الباب ديال داك الكوخ، وهز داك الاب راسو بصح جبهته بواحد التوب كحال وحط الفاس فوق كتفو وتم جي لجهتنا. نزلت انا من فوق من العود ونزلت حتى وردة. قرب لجهتنا الشارف وبقى كيشوف فيا. من بعد قال شكون هادو ابنتي؟ قالت لي وردة طالبين ضيف الله وبا، قصة طويلة حتى ندخلو نعاود لك. ما حيدش عينو عليا وحرك راسو بالموافقة وتم غادي داخل. دخلوا كلهم حتى انا تبعتهم. دخلنا للكوخ اللي كان كيتميز بواحد الإضاءة اللي خافتة جاية من واحد الفوانيس معلقة في القناتي ديال الكوخ. أما الفراش كان غير شي حاجة اللي قليلة، أكثرية ديالو كان هياضة ديال شي حيوانات برية.
نقدر نتعرف عليه من بين الجلود هي الهيدوره ديال النماء والدب اللي كانوا محطوطين في جنبه واحد المدفاة. دخل قدامنا الشارف وجلس فوق من واحد الكرسي حدا المدفاة. تبعته واردة وجلست حتى هي فوق من واحد الهيدوره. بقيت انا واقف في بلاصتي، شفت فيها واردة وشيرت ليا بعينها باش نجلس حداها. مشيت جلست وجلس معنا حتى داك الغريب اللي انا ما عارفوش شكون هو. في ديك اللحظه كنت كنفكر في صحابي وكنقول في خاطري يعلم الله شنو غادي يكونوا داروا فيهم دوك الناس، وانا نقول بواحد الصوت متقطع واش ممكن نعرف فين انا. قال لي داك الشارف انت في ارض كاتاريكا. قلت لي شنو هي ارض كاتاريكا وفين جات في الكره الارضيه؟ قال لي الشيباني هي ارضنا اللي ورثناها على جدودنا. قلت لي ولكن كيفاش جيت انا لهاد الارض هادي؟ انا راه من المغرب. قلت لي واردة في كاين هاد الارض واش في الغرب؟ قلت لي لا لا. قلت لي واردة وكيفاش حتى جيتي لكاتاريكا؟ قلت لها قصه طويله وغريبه، ما فهمتش حتى كيفاش جيت لهنا. كنت انا وصحابي مخيمين في واحد القريه مهجوره، ومن بعد قلنا نضربوا شي دوره وسط من القريه حتى لقينا واحد المغاره. ملي دخلنا لها لقينا واحد الكهف ديز من وسط منه واحد الماء. جاتنا واحد الحاله غريبه ديال العطش وبقينا كنشربوا، والعطش كيتزاد حتى طحنا فوق من الارض ديال الكهف مغيبين. ملي فقنا لقينا راسنا وسط من كهف واحد اخر وقدامنا واحد الباب اللي كبير خرج منه واحد النور وقربنا منه. وملي تحل لقينا راسنا في الصحراء، الصحراء اللي تلاقيت بك فيها. قال لي الشيباني على حساب كلامك ولا ما كنتيش كتكذب باين انك جيتي الارض كطريقه بشي طريقه ما مفهوماش. سمعت بزاف ديال الروايات القديمه على الناس اللي كيعبروا من عوالم اخرى، ولكن عمرني ما تلاقيت بشي واحد منهم من قبل. قالت لي واردة سليم قال انه اللغه اللي كيهضروا بها في العالم ديالهم هي العربيه، هي لغته الام. وقال انه واحد الارض هو منها سميتها المغرب. الاستنتاج اللي نقدروا نفسروا به هذه القضيه هو كاين شي رابط بين العوالم ديالنا، كاين شي بوابه كدي من كاتاريكا الارض المغرب وحتى العكس. قلت له ولكن كيفاش نقدر نرجع لبلادي دابا؟ وكيفاش غادي نلقى صحابي وسط من هذه الارض الواسعه؟ ما نقدرش نبقى هنا ديما. بانوا هنا على وجهي ملامح الحزن والضيق. وقال لي الاب ديال وردة ما تبقاش تفكر بزاف، كثر التفكير الزايد ما عنده باش ينفعك دابا، خلي كلشي للقضاء. نعرفك على راسي، انا سميتي عاكف، تزاديت وكبرت في ارض كاتاريكا اللي هي من اقوى الاراضي الموجوده، وتسمت بهذا الاسم حيت حكمها الحاكم شاهين كاتاريك. قلت ليه ودابا شكون كيحكمها؟ قال لي دابا كيحكمها الحاكم صفوان كاتاريك، واخا غير معدي على الحكم وحكم هاد الارض غير بالاسم وصافي، ماشي حاكم فعلي. هو من نسل الحاكم شاهين كاتاريك اللي كان حاكم عادل في القرارات ديالو، وكان كيتمتع بالشهامه والشجاعه. قلت لي كيفاش حاكم ارض كاتاريكا غير بالاسم؟ قال لي عاكف يعني انه كيحكمها غير بالاسم، ولكن الحاكمه الفعليه هي مراته الملكه نارجس بنت الملك صهيب حاكم مملكه سيلا. قلت لي ولكن علاش مخلي الحكم لمراته؟ قال لي عاكف ملي كثروا الديون على مملكه سيلا امر الملك صهيب الحاكم صفوان باش يتزوج بنته الملكه نارجس وتحكم هي في المملكه. ما بالنسبه لصحابك اكيد انهم خداوهم اسرى باش يرسلوا من سيلا يخدموا في المنجم ديال الذهب. قلت لي كيفاش خداوهم اسرى؟ يعني ما غاديش نشوفهم مره اخرى؟ قال لي عاكف خصنا نخرجوهم قبل ما يديوهم اسرى لمملكه سيلا. راه كل عام كترسل نارجس جميع الاسرى لمملكه سيلا. قلت لي ولكن شنو كيديروا بالاسرى في سيلا؟ قال لي كيصيفطوهم لواحد الطائفه كاينه في ارض سيلا ومن بعد كيخدموا في الذهب. قلت لي شنو ندير انا دابا؟ كيفاش نرجع لارضي؟ وكيفاش نقود صحابي؟ قال لي عاكف غادي نلقاو حل لمشكلتك وغترجع لارضك وتنقود صحابك. هنا هزيت عيني لذاك الشخص الغريب اللي تلاقينا به في الصحراء اللي كان كيجري، وقلت لي انت شنو القصه ديالك؟ وعلاش كانوا هذوك الرجال كيجريو من موراك؟ شفت فيها ورده وقالت لي قلت لي معك. قلت لها معايا ولكن ما كنعرفوش، لقيت معاه حتى هو في الصحراء. نطق الغريب وقال انا غنقول لكم كل شيء، بعد انت وصحابك اعتقتوني واعتقتني هاد البنت هي وصاحبتها. انا القائد جلال. هنا نضع عاكف من بلاصتو بالزربه هو ورده وبانت على وجههم ملامح الصدمه، ويقول عاكف انت هو القائد جلال؟ دابا عاد فهمت، دارك طريقه كامله مقلوبه سفاعل على بسببك، ما خلو حتى شي بلاصه وما قلبوهاش، بغاو يلقاوك ولكن والو. غير هو كيفاش ما عدموكش تصدر في حقك حكم الاعدام في ساحه درجه وسط براوني؟ قال لي جلال راه مني وقفت في طريق الظلم ديال النارجس اللي كدير في ارض كاتاريكا، ما عجباش الحال، ما كنتش قادر نشوفها كتشفر فلوس الفقراء وترسلها لمملكه سيلا باش تخلص الديون ديالها.
هادشي علاش اسست واحد الحزب اللي سميتو تجمع الاحرار باش ندافع على هاد الابرياء. وملي وصلت الخبر النرجسه غضتني غادي ندير انقلاب على كاتاريكا وامرت بالاعدام ديالي. المحاكمه ديالي كانت غتكون غدا وكنت غادي نتعدم، ولكن واحد من الاتباع ديالي في الجيش واللي كان من الحراس ديال السجن اللي كنت مشدود فيه قدر يخرجني وهربت من الحبس. وعرفوا الحراس اني هربت وهكا جاو من مورايا. ملي تلاقيت بيكم في الصحراء كنت هارب، فشافوكم الحراس يحسب ليهم نتوما من الاتباع ديالي، داكشي علاش تبعوكم. هنا قالها كيف خليونا نخرج ونكملوا الهضره ديالنا. نرجالا من بلاصتو تم خارج هو وعاكف، وسمعت عاكف وهما خارجين كيقولها براوني كامله انتشر فيها الخبر ديال الانقلاب ديالك على كاتاريكا. ولكن كلشي كان عارف بلي هاد الخبر غير كذبه من الاكاذيب ديالها. بزاف ديال الناس تعاطفوا معك ولكن ما كان في يديهم ما يديروا. خرجوا بجوجهم وشافت فيا واخده ولقتني مصدوم وحاير وسط من الافكار اللي في دماغي اللي ما فاهم منها والو. راسي غادي تفرق من كثر التفكير. كيفاش حتى وصلت لكاتاريكا؟ واش انا كنحلم ولا كيفاش؟ قالت لي واخده مالك؟ قلت لها نكذب عليك واخده؟ ما فهمت والو، ما فهمت لا من جلال لا والو، حتى من باك وشنو هي براوني. ابتسمت واخده وقالت لي باينه فيك غادي تطول معنا بزاف سليم في ارض كاتاريكا، داكشي علاش غادي نعاود لك على حياتي وعلى كاتاريكا باش تعرف علينا وتفهم كل شيء. اولا انا سميتي واخده وكنعيش هنا مع بابا واختي الصغيره وبنت عمي. مات الام ديالي ملي كانت كتولد اختي الصغيره، يعني من 10 سنين هادي. ديك الساعه كان عندي 15 عام. كانت الام ديالي هي كل شيء في حياتي، ومن بعد ما مات انا اللي وليت هزه بابا واختي الصغيره. كنت مازال صغيره باقا باغا نلعب، ولكن الزمان كان عنده راي واحد اخر. بعد ما مات ماما مرض بابا بزاف من الحزن والهم، وخلى خدمته في براوني اللي كانت الخياطه ديال الصبابط. وهاد الخدمه هي اللي كانت معاونانا بزاف، وهي منين كنا كنصافو عشنا ايامات صعاب وما كنتش قادر نجيب الدواء لبابا. قررت نخدم في بلاصتو. خدمت عند واحد السيد في الحداده ديال الدروع والسيوفه، وكنت كنربح الفلوس من هاد الشيء. وبسبب اني خرجت لسوق العمل قبل من الوقت تخليت على الدراسه ودازت مده طويله، وقدر بابا يرجع صحته ورجع للخدمه ديالو مره اخرى. دازو سنين حتى جاء اسوء نهار على ارض كاتاريكا، وهو زواج الملك صفوان من الملكه نرجس بنت الملك صهيب. ومن ثم تبدلت بلادنا تماما من اكثر البلادات عدلا وحفاظا على المساواه بين سكانها لاكثر دوله كتظلم شعبها وكترميس الناس اللي هي العبوديه في العنق ديالهم. كل عام نرجس كتاخذ جميع الفقراء من ارض كاتاريكا وكترسلهم عبيد المملكه السيلة. غلت الاسعار في كاتاريكا وكثرت الضرائب ولا الظلم والقتل في حق الفقراء حاجه عاديه. كيهدموا لهم ديورهم وكيقتلوا الاطفال والنساء والشيوخ وكيستعبدوا الرجال. قلت لي ولكن علاش شعب كاتاريكا ساكتين؟ علاش ما كيدافعوش على حقهم وصابرين على الظلم والاهانه؟ قالت لي واخده حيت اذا هضرنا غتدخل السيلة والملك صهيب. واللي خاصك تعرف هي أن السيلة أقوى مملكة دابا، وانت شفتي من اعتراض القائد جلاء على هاد الظلم هذا. أمره بالإعدام ديالو. أرض كاتاريكا مقسومة لأربعة ديال المناطق. المنطقة الشمالية هي براوني، منطقة الصناعة وسكانها متوسطين الحال، وكاين المنطقة الشرقية اللي كتسمى جوندوانا، ما بعيداش علينا بزاف. المنطقة الشرقية هي منطقة القصر الملكي وفيها بزاف ديال القصور ديال التجار والوزراء والأغنياء ديال أرض كاتاريكا. وكاين المنطقة الجنوبية كتسمى فليريدا، وهي منطقة الفلاحين وفيها جبل فليريدا، وساكنين تما الفقراء ديال كاتاريكا. وأخيرا كاين المنطقة الغربية. المنطقة الغربية هي اللي فيها الجدار اللي كيفصل بيننا وبين مملكة سيلا، وكتسمى أليرا، منطقة التجارة وفيها المدارس والأسواق. وفيها أكبر سوق في أرض كاتاريكا هو سوق أليرا. وحنا جالسين كندويو حتى دخل علينا عاكف ومع القائد جلال، وفي جنبه واحد البنت اللي صغيرة. قالت لي وردة هذه اختي بلقيس. ابتسمت ليها وقلت ليها متشرفين انا سليم. ما جاوبتنيش وتخشات في حوايج باها. قال لهم جلال واش تسمحوا لي نبقى معاكم شي يامات حتى نعرف شنو ندير؟ كما كتشوفوا حوايجي كاع مقطعة والجسد ديالي عامرة ضرابي وجروح. قال لي عاكف شرف لينا تبقى معانا. بالمناسبة بنت خويا طبيبة مزيانة تقدر تعاونك. قرب مني هنا جلال وقال له كان وعدك ما نخليكش حتى ترجع لارضك وتنقض صحابك. شفت فيه وابتسمت. في الليل جمعنا على العشاء. قال لي يا جلال لحد الان باقي ما لقيت حتى شي تفسير للحاله ديالك، ولكن اللي متاكد منه هو انك ما كتكذبش علينا.
قلت ليك ما متسيقنيش. قال لي لا تيق بك. اللي بغيت نقول هو كنعرف واحد السيد تلاقيت به في اليرا، قال لي بلي هو الحفيد ديال واحد المنجم كان خدام في القصر ديال شاهين كطارق، كيفهم في هاد الشيء ديال الابعاد والاكوان الموازيه، يقدر يعاونك ولا يلقى لك شي حل باش ترجع لارضك. قال لي عاكف، ولكن شكون هو هذا؟ اللي كنعرف انه مني مات الملك شاهين كطارق امر الملك صهيب باش يعدموا كاع المنجمين اللي كانوا دايرين بشاهين. قال لي جلاله على حسب ما قال لي سلام بلي قبل ليله من القتل ديال جدو هرب هو والاب والام ديالو من القصر، ولكن لسوء الحظ الجنود قدروا يشدوا الام والاب ديالو وقتلوهم، وغير هو اللي سلك منها. جدو كان عارف شنو غيوقع، داكشي علاش تصرف. قالت ورده، ولكن اللي كنعرف انا هو انه الملك شاهين كان باقي صغير وما كان كيعاني حتى شي مرض، بغيت نعرف غير كيفاش حتى مات. قال لها جلال سر كبير مخبي وحنا ما عارفين عليه والو، اصلا الملك شاهين كان كيخبي شي حاجه. قلت لي بحالاش؟ قال لي بحال انه ما كانش كيكبر في العمر. قلت لي اش كتقول؟ هادشي راه مستحيل اللي كتقول فيه. قال لي شنو هو اللي مستحيل؟ هادشي جاك مستحيل ها؟ والمجيه ديالك هنا اش نقولوا عليها؟ من اليوم كلمه مستحيل غادي نحيدها من القاموس ديالي. قالت لنا ورده خليونا من هاد الهضره دابا، الا كنا غادي نسافروا لاليرا غادي نفيقوا مع شروق الشمس باش نمشيو لسوق اليرا عند سلام. قلت لي انا واش انت غتمشي معايا؟ قلت لي اكيد عندي العربه وغنمشيو فيها للسوق كيف ما كتشوف بابا راجل كبير، وجلال باقي مضروب وين مشيتي بوحدك غتلف على الطريق، داكشي علاش غادي نمشي معاك. شفت فيها وقلت لي عندك الصح، انا باقي ما عارفش هاد المنطقه، غدا في الصباح نتحركوا لسوق اليرا. قالت لي صافي انا غادي نشوف الموقع من عند جلال. نط فرشت لي فين غنعس، وكنت مهلوك وفعلا دغيا داني النعاس مع الشروق ديال الشمس فيقاتني. وجدنا ريوسنا باش نخرجوا، عطاتني واحد اللباس كيشبه اللباس ديال الناس اللي في المنطقه. طلعنا لواحد العربه كانت عندهم قدام الباب وشدينا واحد الطريق وسط من الغابه. الطريق كانت طويله ما وصلنا لسوق اليرا حتى لجويه الظهر. دخلنا السوق اللي كان عامر بالناس. اول ما دخلت شميت ريحه العطريه وسمعت الصوت ديال البياع كيعيطوا على الشرايه باش يجيو يشوفوا السلعه ديالهم. السوق كان عامر بالناس والداي الصغار اللي كيجريو في كل بلاصه في جنابنا، والعيالات شي كيساوم على الخضره وواحدين اخرين كيقيسوا في الاتواب من عند مول الحوايج. داكشي مبني بالطريقه القديمه والناس باين بلي التطور ما دخلش عندهم. الرجال كانوا هازين فوق من راسهم واحد القفات عامرين بالحوت والسردين وكيعرضوا السلعه ديالهم على الناس. في الشوارع ديال السوق اللي كانت مضيقه وعامره بالناس اللي غاديه وجايه، اما الدراري الصغار كيجريو لجيت واحد الشيباني كيصيف في الحلوى ديال السكر محروق. انا كنت مدهوش وغير كنشوف هاد المناظر. حطت ورده يديها على كتفي وقالت لي شوف. هزيت عيني ويبان لي واحد المجموعه ديال الجنود راكبين فوق من الاحصنه ومنتشرين في السوق. قلت لها شنو كاين؟ قالت لي هادو باينين كيقلبوا على جلال. قلت لها مزيان ملي ما جاش معانا. قالت لي اه كون جا كنا غطحنا في مشكله اللي كبيره. قلت لها ياك خديتي من عنده الموقع؟ قالت لي اه. غير تبعني. دخلنا وسط من الناس من بعد وتمشينا في واحد الزنقه اللي كانت ضيقه حتى وقفتني وشيرت لي. جيت واحد الجماعه ديال الناس وقالت لي شفتي ذاك الراجل اللي وسط منهم؟ قلت لها اه شفتو. واش ذاك مول التام الكحل اللي شاد ديك السنسله كتشبه للتسبيح؟ قالت لي هذاك. قلت لها ايوا شنو كنتسناو؟ يلا تهركنا من بلاصتنا ودخلنا وسط من الجماعه ديال الناس اللي كانت طايره بيه. لقيناه مفرش واحد التوب اللي كحل فوق من الارض وحط فوق منه شي كتوبه وواحد الكره كتشبه لهذيك اللي كتكون عند المشاودين والسحاره. قربت ليه بحال بغيت نسلم عليه وقلت ليه حنا جينا من عند القائد جلال. وقف بالزربه وبدا كيجمع حوايجه وقال سدينا الحلقه سالات اليوم حتى السوق الجاي ونشوفكم. بداو الناس كيتفرقوا كل واحد مشى لشغله. ناض سلام بلاصو وقف وشاف فيا انا ووغدا وقال شحب الخاطر؟ قلت لي صيفطنا عندك القائد جلال. قال لي القائد جلال باقي حي؟ الخبر ديال الاعدام ديالو كان منتشر في كل بلاصه. قلت لي قصه طويله ما عليناش، انا سميتي سليم وهذه وغدا، عندي واحد المشكله. وجلال قال لي بلي انت اللي عندك الحل. طلع فيا سلام عيني مزيان وقال لي مشكله من اشمن نوع، وعلاش كلامك في اللغه العربيه ما مضبوطش؟ وشوف راه حياتي كامله وانا كنبعد على المشاكل ما باغيش نطيح فيهم. قلت لي الهضره اللي عندي ما كتقالش هنايا، كيف ما كتشوف ناس كثيره في البلاصه. شاف في جنابنا وقال لي عندك الصح، هنا الاخبار كتنتشر بالزربه.
خليونا نمشيو للدار ديالي. فعلا تبعناه انا وواضع وبقينا تابعينه وسط من واحد الزنقة حتى وقف قدام واحد الباب ديال الخشب مصاف مع بزاف ديال البيبان بحالو. جبد من الشكارة ديالو الجلدية واحد الساوت ديال الحديد اللي كبير، حل الباب ودخل وخلاه محلول. دخلت انا وواضع وسديت من مورانا الباب. مشى السيد جلس فوق من واحد الهيدورة ونعات بيدي. مشينا جلسنا فوق من واحد التوب اللي كان فرش فوق من الارض. حط داكشي اللي كان هز معاه وقال لي دابا قول شنو عندك. عاودت لي القصه ديالي من البدايه ديالها حتى الاخر ديالها. بقى كيسول بزاف على البلاصه اللي جيت منها وكيفاش دايره الحياه تما، وكان فضولي. عاودت لي كل شيء حتى واخده كانت مبهوضه من التطور اللي دويت عليه كاين في العالم ديالنا. من بعد شاف فيا وكنت قادر نشوف الصدمه في وجهه. هو يقول يعني التجربه ديال جدي والملك شاهين نجحات. قلت ليش من التجربه هذه؟ قال لي الملك شاهين كان واحد الانسان اللي ذكي وكيفهم في الخيمياء، وحتى التنجيم وكان خدام مع الكهنه ديالو على واحد التجربه باش يفتحوا بوابه. قلت لي واش بوابه زمنيه؟ قال لي لا، بوابه ديال الابعاد كتنقلك من البعد ديالك لبعد موازي قريب للارض اللي انت فيها. ولكن هاد التجربه ما كملاتش واعتبروها فاشله. قلت لي كيفاش فاشله وانا جيت فيها؟ قال لي راه اعتبروها فاشله في ديك الوقت حيت جربوها وما خدماتش. قلت لي ودابا شنو الحل باش نرجع للارض ديالي؟ قال لي سلام، انا عارف غير هاد الشيء، والواحد اللي عارف كل شيء على هاد التجربه ويقدر ينفعك هو الملك شاهين. شفت فيه وقلت لي الملك شاهين كطارق سمعت باللي مات، شحال هذا؟ قال لي على حسب ما قال لي جدي فرع الملك شاهين اكتشف سر الخلود. قلت لي كيفاش؟ واش هو انسان خالد في هاد الحياه؟ قال لي اه. قلت لي ولكن انت كيفاش قدرتي تعرف هاد الشيء كامل؟ ناظم بلاصتو توجه لجيت واحد الصندوق حلو. قال في الليله اللي قالوا بلي الملك شاهين مات نطت فتنه كبيره في المملكه، وفي نفس الليله الملك صهيب تربع على العرش ديال المملكه وامر الجنود باش يحرقوا الكهنه والعائلات ديالهم وكاع الناس اللي كانوا في الحاشيه ديال الملك شاهين. هربني جدي مع الخدامه وعطاه هاد الرساله وصاها ملي نولي قادر نقرا تعطيها ليا. انا حط ليا سلام واحد الرساله كانت مخشيه وسط من واحد التوب، هزيتها من فوق من الطابله وقريتها ولقيت بلي الهضره اللي قال سلام كلها بصح. جد سلام عاود القصه كامله، ولكن الغريب هو انه ما ذكر حتى شي حاجه على الموت ديال الحاكم شاهين. عطاتو رساله وشفت في ورده وقلت جدو ما ذكر حتى شي حاجه على البوابه ديال الابعاد. قالت لي واش ناوي دير دابا؟ قلت لها ما عندي ما ندير، غادي نخلي كل شيء للقضاء، خلينا دابا نرجعوا للقريه. شكرنا السلام وخرجنا من عنده توجهنا للعربه اللي خليناها عند واحد الراجل حاضيها. ركبنا وبانت لي خلصاتو ورده بواحد العمله اللي كانت مربعه وكانت ديال الفضه. من بعد شدينا الطريق، تمينا راجعين للقريه وانا فقدت الامل وتاكدت بلي ما عمرني غادي نرجع لارضي. شاف شويه ورده وقالت لي اكيد غيكون شي حل، غير ما تفقدش الامل. قلت لها محال، واش كاين شي حل؟ شويه ديال الامل اللي كان عندي مشى ملي سمعت الكلام ديال سلام. بقينا ساكتين الطريق كامله. في طريقنا لاحظت أن الطبيعه هنا زايده والحيوانات كتار والدنيا نقيه والهواء ديالهم نقي، وبقيت مبهورة في الشجر اللي كاين تما من انواع اللي ما عندناش حنا ولا يمكن ما عمرني شفتها. حتى وصلنا لجهه الغابه ودخلنا لجهه الكوخ ديال عاكف. فاش قربنا ليه بان لينا بزاف ديال الدخان جاي من جهته. شفت فيها وقلت لها شنو وقع؟ زدنا السرعه ديال العود. قبل ما نوصلوا للكوخ لقينا واحد المراه شافه. قالت لها واخده شنو واقع؟ شنو واقع عنك؟ كيبان لي الدخان جيت الكوخ ديالنا. قالت لها الشارفه اش غنقول لك ابنتي؟ باك اختك وبنت عمك وداك الغريب داوهم الجنود. واخده تخلعت بزاف وقالت لها كيفاش داوهم الجنود؟ قالت لها الشارفه سمعت الناس ديال القريه كيقولوا بلي قال لهم شي سراح بلي القائد جلال كاين عند السي عاكف. انا كنت غير مصدوم وكملت الشارفه الهضره وقالت راه قالوا بلي غادي يرسلوا من السيله باش يتعدموا في الساحه حيت عاونوا القائد جلال. تحركت واخدة بالعربة وبدات كدور في العود وقلت لها ولكن شكون هو هاد السراح؟ وشكون قال لهم بلي جلال كاين عندكم؟ قالت لي واخدة وهي كتمسح في دموعها، السراح هو ذاك الراجل اللي تلاقينا معاه سراح الغنم والماعز في الغابة في النهار اللي لقيتك في الصحراء هربان. تما تفكرت ذاك الراجل اللي تلاقينا به في الغابة. قلت لها ولكن كيفاش قدر يعرفه؟ وعلاش غادي يوصل الهضرة للجنود؟ قالت لي واخدة البارح ملي هبطت للسوق ديال القرية لقيت الرسمة ديال جلال معلقة في كل حيط وحاطين تحت منه مكافأة اللي كبيرة باش ياخذها اللي يقدر يلقاه ولا عرف بلاصتو. والسارح اللي كنت دويت معاه عقل على الوجه ديال جلال. قلت له شنو غنديرو دابا؟ قالت لي ما عرفتش.
وصلنا قدام الكوخ اللي لقيناه تفحم والاغماض وكاع الحيوانات تقتلوا بالسيوف. نزلت واغضة من العربة وجلست في الارض كتبكي. تبعتها وحاولت نوقفها ولكن ما بغاتش. قلت لها واغضة ما ديريش في راسك هاد الحالة، كنحلف ليك بلي غادي نرجع لك عائلتك. وتما شدني تأنيب الضمير وعرفت بلي داكشي اللي وقع لواغضة كله بسببي انا. جلست حداها وبقيت حاضي الكوخ وهو كيتحرك، حتى هي كانت حاضية وما عارفين شنو نديرو. واحد اللحظة الجو تبدل وبدات كتصب بالشتا. وقفت واغضة ودخلنا لواحد الكوخ صغير ديال الدجاج تخبينا فيه وما نعسناش ديك الليلة، بقينا فايقين. في الصباح بكري هزيت واحد القلة ديال الطين وهبطت للواد باش نعمرها. عمرتها ورجعت لجيت الكوخ. قالت لي واغضة شنو باغي بديك القلة؟ قلت لها ما غاديش نبقى جالس هنا ومربي عيديا، خصني نمشي للسيلة. قالت لي واغضة وانت شنو غدير تما؟ وانت ما عارفش حتى المنطقة. قلت لها ما عارفش ولكن ما غاديش نبقى جالس هنا حتى يعدموهم، خصني نمشي ونشوف شي حل. قالت لي واغضة وكيفاش ناوي تمشي بلا مؤونة؟ قلت لها غادي ندبر. طلعت عينيا فيها وهي تقول لي راه ما كاينش منين ندبر. قلت لها ما يهمكش انا غنتصرف. قالت لي حتى انا غنمشي معك. قلت لها لا ما عندك فين تمشي معايا، انا ما عارف شنو غادي يوقع ليا وش من مجهول كيتسناني، انت خليك هنا. قالت لي اصلا غير غتعذب راسك، فالاعدام ديالهم غادي يكون في اليوم 30 من مور يوم الغفران. قلت لها شنو هو هذا الغفران؟ قالت لي واحد المهرجان كيدار كل عام في سينا وفيه كيعفو الملك صهيب على شي مسجون. قلت لها بسهوله كيعفو عليه؟ قالت لي لا، كيعطي ينفذ شي اختبار ويلا نجح فراه كتولي عنده بلاصه وسط من الاغنياء، ويلا ما نجحش فراه غادي يتعدم. قلت له بحالاش هذا الاختبار؟ قالت لي واغضه اختبار بحال تنقز من فوق من الجبل اللي عالي وتبقى حي. قلت له هذا الملك صهيب اكيد احمق. قالت لي كيفاش ناوي تمشي؟ قلت له غنمشي غير على رجليا. شاف فيا وقالت لي واش انت احمق؟ الطريق راه صعيبه. وتحركات لجهه العوده اللي كانت مربوطه في الشجره، صايبتها وسرجاتها وجابتها ليا. قلت له ولكن؟ قالت لي ما كاين ما ولكن، ركب وسير. درت ديك القله في ظهري وركبت فوق من العوده، وقبل ما نتحرك مدت لي واغضه واحد الشكاره ديال الجلد عامره بالتمر، عقدتها في كرشي ودات واغضه وتحركت بالعوده. تبعت النعت اللي عطاتني واغضه وخرجت من تما وشديت نفس الطريق اللي جيت منها ودخلت وسط من واحد الصحراء. الشمس كانت حاره بزاف، هيد داكشي اللي لابس الفوق وحطيته فوق من راسي. والطريق بصح كانت طويله وغير غادي وسط من الصحراء وما عارف فين غادي. داز النهار الاول والثاني كنشربوا من القله انا والعوده غير شويه ديال الماء، العوده اللي بدا كيهلكها الجوع والعطش وحتى انا. داكشي بدا كيتقاضى، كنت في كل نهار كناكل غير ثلاثه ديال التمرات وثلاثه ديال الجغمات، وفي الليل كنخيم وسط من الصحراء. في اليوم الثالث كيف العاده شديت الطريق ولكن الحراره كانت قويه. في وقت الظهر نزلت من فوق من العوده وجلست فوق من الرمله، حليت القله باش نشرب لقيتها خاويه. نضت من بلاصتي باش نكمل الطريق ولكن العوده مبغاتش تنوض من بلاصتها. رجعت جلست ونعست فوق من الرمله وبقيت كنشوف في الشمس. شدتني بحال الدوخه وبزاف ديال النسور بانوا ليا في السماء، كنت عارف بلي كيتسناوني غير نغيب ويجيو يفترسوني. راسي داخل عليا بالشمس وبدا كيبان ليا غير الدنيا كالظلام، ما عرفتش واش غادي نموت هنا. وما حسيتش براسي حتى دخلت في الظلام، وبعد ثواني ولا دقائق ولا ساعات ولا ايام ما عرفتش حليت عينيا ولقيت راسي محطوطه على كرشي فوق من واحد الجمل، عرفتو غير من رجليه. رجعت غيبت، فاش عاودت حليت عينيا لقيت راسي وسط من واحد الخيمه. هزيت عيني وبان ليا برا الخيمه العوده كاينه جالسه وحدها الماء والماكله، اذا حتى العوده ما ماتش. من بعد سمعت واحد الصوت ديال الضحك. نط خرجت من الخيمه، بانوا لي واحد الربعه ديال الرجال دايرين بالعافيه وكيضحكوا. شاف فيا واحد فيهم وقال لي خرب ما تخافش. مشيت لجهته وما بقيت واقف، قال لي جلس ما تحشمش وما تخافش عليك الامان، لقيناك مرمي وسط من الصحراء انت والعوده ديالك، اش كنتي كدير تما؟ قلت لي كنت غادي لسيله. قال لي سيله؟ ولكن سيله طريقها ماشي من تما. قلت لي واقيلا تلفت على الطريق. قال لي راه باينه فيك غريب على المنطقه. قلت لي قال لي عندك الزهر كون ما دزناش من ديك الطريق كون راك متي. بديت كنشوف في اللحم المشوي اللي محطوط قدامهم، وقال لي داك الراجل كول كول باينه فيك ميت بالجوع. وطحت في الماكله عمى وانا نسمع. قال لي العوده ديالك راه بخير دابا، وحنا رحنا قافله كنديو السلعه من كطاري كالسيله. قلت لي واش تقدروا تديوني معاكم نتبعكم بالعوده؟ قال لي ما كاين حتى شي مشكل. بقيت كنشكر فيهم وسولتو على سميتو. قال لي بلي سميتو مالك. قلت لهم شحال بقى لينا باش نوصلوا للسيله؟ وقال لي مالك
قلينا المسيره ديال النهار. عاود سولته وقلت ليه يوم الغفران امتى؟ قال لي باقي لي شهرين تقريبا. علاش؟ قلت لي غير فايت لي سمعت به، داكشي علاش هاد العام انا وين حضر ليه. تبسم ليا وبقاو مجمعين وكانوا ضريفين بزاف. بعد شي نص ساعه نهضوا كاملين باش ينعسوا، وبقيت انا اللي شاد العسه. بما اني بقيت ناعس الليل كامل فبقيت فايق، ما جانيش النعاس اصلا. انا ما عرفتش المده اللي بقيت فيها ناعس. في الصباح نهضوا دوك الرجال هزوا السلعه ديالهم فوق من الجمال وشدينا الطريق لسيله، وبعد المسيره ديال النهار وصلنا ليها. دخلت ليها ونزلت من فوق من العود وبقيت جارو بالجام. سيله كانت مختلفه على كطريقه، والفقر كيبان فيها من عدم. المباني ديالها عاليه بزاف، دايرين بحال دوك القصور ديال بغداد القدام، وكيبان باللي معظم السكان ديال سيله هما الاغنياء والبرجوازيين. شوارع ديالها عامره بالناس، واللي كنت قادر نسمع البعض منهم كيهضر بلغات مختلفه. هذا دليل على انه سيله هي وجهه اقتصاديه ولا ملتقى ديال القوافل التجاريه. سلمت مع الناس اللي جابوني وتمشيت بوحدي، وبقيت كندور في راسي. لاحظت بلي الناس حاضرني ومتبعين التحركات ديالي، ولكن ما ديتهاش فيهم. لويت واحد التوب كان عندي على راسي وكملت طريقي. بانت لي واحد الشجره كبيره وسط من المدينه، ومشيت لجهتها. ربطت العوده في الشجره وجلست تحت من الظل ديالها باش نستراح من الرحله الطويله ديالي وسط من الصحراء. حطيت الشكاره ديال الجلد في جنبي، وبعد شويه ديال الوقت بان لي قدامي واحد الحانوت صغير فيه واحد الراجل اللي شارف كيتعكز على العكاز ديالو كيحاول يهز واحد الصندوق ديال الحديد. بغى يدخلو للحانوت ولكن ما قدرش. نط من بلاصتي وتمشيت لجهه الشيباني. قلت لي محتاج شي مساعده؟ هز عيني فيا بقى كيشوف فيا. قال لي واخا تهز ليا ايها الغريب هاد الصندوق، دخلوا لي الحانوت. ابتسمت ليه وهزيت الصندوق دخلته للحانوت. وملي دخلت بلي الحانوت عامر بالعشوب اللي محطوطه في قراعي دايرين بحال ديال الدجاج، وبان لي داك الشيء غريب. حطيت الصندوق وتميت خارج وانا نسمع الشارف. قال لي بنتي ليا غريب على سيله، واش انت من كطاريكه؟ قلت لي اه انا ماشي من سيله، جيت من كطاريكه ودابا انا تالف هنا. قال لي فاش نقدر نعاونك اولدي؟ قلت لي انا دابا كنقلب على شي بلاصه الناس فيها وشي بلاصه نخدم فيها. قال لي جيتي للبلاصه المناسبه، انا اصلا عييت وكنقلب على شي واحد يخدم معايا. ابتسمت ليه وقلت ليه واش بصح؟ قال لي اه بصح، ولا بغيتي تنعس فراه يمكن لك تفرش هنا في المحل وتنعس، ولا بغيتي يمكن لك تبدا من دابا. قلت لي ولكن عندي واحد المشكل. قال لي ما هو؟ قلت لي عندي واحد العوده وما عرفت فين نديرها. قال لي بيعها وتهنى. قلت لي لا لا ما نقدرش نبيعها حيت غير مسلفه. قال لي ايوا على هاد الحال خليها عند الحاضي. قلت لي شكون هو هاد الحاضي؟ قال لي واحد الراجل اللي كيخلي عنده الاحصنه ديال الناس، يقدر يشد لك الحصان لمده سنه كاع، اذا ما رجعتيش ديك الساعه عاد كيبيعو. قلت لي وشحال الثمن؟ قال لي قطعه ذهبيه للعام. قلت لي ومنين غنجيب ليه انا الثمن؟ انا راه ما عنديش. قال لي ماشي مشكل، حنا في سيله كنخدموا بالقطع الذهبيه، انا غنصبق لك الخلصه حيت بنتي ليا نيتك زوينه. قلت لي غدير فيا خير اللي كبير. قال لي يلا نظف معاك الحانوت من الغبره، انا غادي ندي العوده ديالك للحاضي. قلت لي عندي سؤال واحد اخر، انت شنو سميتك؟ شنو النوع ديال الخدمه اللي غادي نخدم معاك؟ قال لي انا سميتي حكيم، وانا هو العشاب ديال هاد المنطقه وكنصايب الادويه. قلت لي متشرف فينا السي حكيم، انا سميتي سليم. تحرك شيباني وبديت انا كننظف في المحل اللي ما كانش كبير. كان حانوت لي صغير وعامر بالقراعي ديال الدجاج اللي فيهم العشوب، حتى شي الات قديمه. هزيت واحد التوب وبديت كننظف في الغبره ولا العشاش ديال العنكبوت. دازت تقريبا شي نص ساعه رجع لعندي الشيباني وهز في يدو واحد القله ديال الطين وواحد التوب. لقاني جالس فوق من الكرسي جنب واحد الطابله، حط لي القله والتوب فوق من الطابله وقلت ليه شنو هادشي؟ قال لي شويه ديال الرغيف وحليب الماعز جبتهم ليك من الدار. حليت القله وحليت التوب وهزيت داك الرغيف اللي كيشبه الخبز وبديت كناكل. اما الشيباني فتحرك لجيت واحد الطابله اخرى وبدا كيدق في شي عشوبه وسط من واحد المهرزة ديال الخشب، وحنا جالسين حتى دخلت علينا واحد المراه هزا في يديها واحد الولد صغير تكون عنده شي 5 سنين بحال هكاك، وكانت كتبكي وكتقول سي حكيم اعتقني اعتقني ولدي راه كيموت. قال لها حكيم مالو واش وقع ليه؟ قالت لي ما عرفتش، خليته مع اختو الصغيره وخرجت للسوق. ملي رجعت لقيته طايح في الارض وكيتركل وقيل ما كيتنفش. قال لها اري الولد حطيه فوق من الطابله. انا كنت كنشوف في الولد اللي كان كيتنفس بصعوبه وجهه ولا زرق وتخطف منه اللون،
وكان شاد جيت عنقو بحال شي حاجه قاجاه. شيباني بقى كيقلب ولكن ما قدر يوصل لوالو. قال لي راه خاصك تدي للطبيب. قلت له ولكن الا جات تدي للطبيب غادي يموت. قربت لجيت الولد وبديت كنتصنت للدقات ديال القلب ديالو، لقيت بدات كتنخاف الدقه دقه. هزيت الولد ووقفت، درت لي راسو وسط من ركابيه ودورت لي وجهه جهه الارض وبديت كنضرب ليه في ظهره من اللور. كنضربو بشويه، شيباني والمراه بقاو كيشوفو فيا متعجبين من المنظر. وبعض لحظات طاحت واحد القطعه ذهبيه من الفم ديال الولد، طلعت في الارض. هزيت الولد كنشوف فيه، قلت لي كتسمعني؟ حل عينيك. ولكن والو، كان ديجا سد عينيه. حطيته فوق من الطابله وبديت كندير ليه التنفس الاصطناعي، وفي نفس الوقت كنورك ليه على سدو. واحد شويه حل الولد عينيه وقال ماما، وكان كيبكي. الام تلاحت على ولدها وعنقاتو وباسو وكانت كتبكي حتى هي. شاف فيا الشيباني وابتسم وقال لي راك ما قلتيش ليا بلي انت طبيب. قلت ليه طبيب؟ لا لا، هادو غير اسعافات اوليه كنديروهم في الارض ديالنا. هزات المراه ولدها وبقات كتشكر فيا، بغات تخلصني ولكن ما شديت من عندها والو. خرجت المراه وشاف فيا الشيباني وقال لي فراسك انت اول واحد كنشوفو كيدير شي حاجه في هاد البلاد وما كيتخلصش عليها، باينه بلي من موراك بزاف ديال الاسرار. ما جاوبتوش، رجع لخدمته ومره مره كان كيطلع عيني وكيشوف فيا. بصراحه الخبار ديالي انتشرت وكلشي ولا كيحسب لي بلي راني طبيب. والمراه قالت ليهم بلي درت داكشي فابور. الناس بالزربه في المنطقه بداو كيحتارموني واخا انا ما طبيب ما والو، وداكشي اللي درتو مع داك الولد رد عندي قيمه كبيره قدامهم. على العموم مشات ايام وجات ايام، 20 يوم وانا خدام مع الشيباني. ما كانش الخدمه صعيبه نهائيا ولا كتهلك. وصل واحد النهار وانا جالس قدام الحانوت، بان لي واحد السيد اللي كيبان من حوايجو لاباس عليه كيضرب في واحد المراه. هاد المراه كنت ديجا شايفها، كانت طلابه وديما كتكون تما. نطم فوق من الكرسي وتحركت لجهتو، قلت هادي هي الفرصه. سمعتو قال ليها بحالكم هما اللي موسخين سيله، وراك لها على راسها برجلو. وبلا ما نحس دخلت فيه بواحد الكروشي، هبطو للارض وبقيت كنضرب فيه. قلت ليه بحالك انت شنو زايدين على سيله؟ الجنود دازوا من تما ولقاوني كنضرب فيه وجاو شدوني. هيت ما نشرح لهم بلي كنت كندافع على هاد المراه، ولكن والو، اصلا في السيله كيدافعوا غير على الناس الاغنياء. ما سمعوش الهضره ديالي وسلسلوني جاروني من موراهم، والناس كتشوف. بقاو غاديين بيا حتى دخلوا من واحد الزنقه مضيقه ووصلوا لواحد البنايه اللي كتبان مهجوره. قدام الباب ديالها كان واقف واحد الراجل اللي صحيح اللون ديالو كحل وكان ملتم. دخلوني وكلشي كيخنزر فيا ولاحوني في واحد الزنزانه اللي راشيه، كانت بحال شي بيت ديال التراب. كانوا فيها حتى شي ناس، انا كيلاحوني نط كنخبط في الباب ديال الزنزانه ولكن ما دا فيا حتى واحد. وينطق واحد من هادوك وقال لي بلا ما تعذب راسك ايها الغريب، حتى واحد ما غادي يسمع لك. مشيت تكمشت في واحد القنيته وقلت في خاطري بصح كانت هذه فرصتي والخطه غاديه كيما بغيت. انا دابا دخلت للسجن وعلى حسب التاريخ غدا يوم الغفران. درت لعند هذاك اللي كان دوا معايا وقلت ليه شكون فيكم غيشارك في المسابقه اللي غادي يدير الملك؟ قال لي واحد فيهم وشكون هاد الهبيل اللي غادي يضحي بحياته؟ قلت له لا انتم غادي تبقاو حيين، راه اصلا غادي تعدموا من مور يوم الغفران ب 30 يوم. قال لي عندك الحق. قلت له هادشي راه ما جبتوش من راسي، سمعتكم كدويو. ويقول لي كاينه ولكن راه نموت مقطوع الراس حس ليا ما نموت وانا كنتحرق ولا كياكل فيا شي سبع وسط من الساحه. بقيت ساكت. الناس اللي هنا فاقدين الامان ومستسلمين للامر الواقع. واحد من المسجونين كان كيعزف على واحد الاله كتشبه الزماره، ومع اللحن كنت كنفكر في الحال ديال الدراري صحابي واش حيين ولا ميتين. وكنت كنفكر حتى في الحال ديال وغضه، ما قلتش على راسي حتى دادني عيني ونعست. فقت في الصباح على الصوت ديال الغوات والخبيط في البيبان، وكل شي فاق وتحرك وجيت الباب ديال الزنزانه. نط حتى انا من بلاصتي وقفت معاهم، وبان لي واحد الراجل لابس واحد الدرع كيشبه لهذوك الحراس اللي جابوني. في يدو هز واحد الورقه وقال شكون فيكم اللي غيشارك في يوم الغفران؟ كلشي بقى ساكت حتى واحد ما جاوبه. عاود السؤال وانا نقول ليه انا غادي نشارك. كلشي تلفت ليا وبقاو كيشوفوا فيا باستغراب، وانا نقول ليه واش نقدر نعرف شنو نوع المسابقه؟ قال لي هاد الحارس هاد العام المسابقه غتكون سهله، كاتب الملك في هاد الرساله باللي اللي يقدر يعلم الجمل القرايه ديال الكتوبه فراه غادي يتحرر من السجن، والا ما قدرش غادي تلاح وسط من واحد الحلبه فيها سته ديال الطبوعه اللي ما واكلينش في 9 ايام هادي.
الى نجح غادي يولي هو المستشار الخاص ديال الملك. كلشي بقى مصدوم ومنهم انا. قبل ما نكمل غنقول لكم بلي اي جريمه تدارت في سيلا العقاب ديالها كيكون هو الاعدام، فكان خاصني نستغل هاد الفرصه. غير هو كيفاش غندير نعلم الجمل القرايه؟ قال لي هذاك السجينه شفتي شنو قلت ليك وشوف فين وحلتي راسك دابا. المسابقه كتكون تطوعيه وانت تطوعتي ودابا غادي تموت قبل منا. حل داك الحارس الباب وجرمي معاه، داني لواحد القفص فين كاين واحد الجمل، حطني مع داك الجمل. الجمل كان جالس وكان اللون ديالو كحال وكان كبير، بقيت كنشوف فيه وكنقول شنو غندير في هاد الحريره. وقال لي نقز من فوق من الجبل تجيني سهل، ولكن نعلم بك مال القرايه ما كانش في الحسبان. بقيت كنشوف في الجمل اللي كان كياكل في التبن، وتما طاحت عليا واحد الفكره. قلت للحارس اللي واقف قدام القفص اللي انا فيه جيب لي شويه ديال الكاوكاو واللوز وشي كتاب. بقى كيشوف فيا وقلت لي هذا الطلب الاخير ديالي. من بعد تحرك الحارس جاب لي اللي طلبت وهزيت الكتاب، خشيت الكاوكاو واللوز في جيبي وقلت للحارس امتى انا غادي نتلاقى بالملك. قال لي من هنا ليومين غادي نديوك للساحه فين غادي يكون الملك وشي جمهور. الملك اللي اختار انك تبقى مع الجمل في القفص. قلت لي واخا. قربت واحد شويه للجمل اللي كان كيبان مسالم، جلست حداه وجبت من جيبي شويه ديال الكاوكاو، حطيته فوق من الكتاب ويشوف فيا الجمل. كلا داك الكاوكاو، حليت الصفحات وبديت في كل صفحه كنحط شويه، وبعد ما ساليت حطيت لي الكتاب، ولكن الجمل هز الكتاب وبدا كيندغ فيه. تما تاكدت باللي مشيت فيها والخطه ديالي فاشله وتافهه. جاب لي الحارس كتوبه وحدين اخرين حيت طلبتهم، ورجعت عاودت نفس التجربه، ولكن الجمل ما راه كيبدا يهبش فيه برجليه، ما راه كياكلو، ما راه ما كيديهاش فيه. بقيت نهار كامل وانا كنعلم فيه ولكن بدون نتيجه. ومع وقت الغروب ديال الشمس جاب لي الحارس الماكله وسد عليا. مشى وكليت انا وتلاحيت فوق من التبن، كنت كنشوف في النجوم حيت من فوقي حتى شي سقف، وكنفكر كيفاش غادي ندير حتى نعلم الجمل. بقيت كنفكر وكنفكر حتى داني النعاس ونعست حدا الجمل. فقت على الاشعه ديال الشمس، لقيت الجمل حدا راسي كياكل في التبن والحارس واقف برا. نضت ولقيت الفطور حدا رجليا، الخبز والماء. كليت وجلست عاود تاني كنحاول نعلم في الجمل يقرا. بقيت كنحاول ونحاول والتجارب ديالي كلها فشلات. كيقولوا بلي الجمل كيعقل على اللي كيضربو، ولكن شفته ما عقل على والو. بقيت كنشوف في واحد اللحظه واكتشفت واحد الحاجه بلي طريقه التعليم ديالي اللي خاطئه. كيف ما كنعرفوا التعليم كيبدا دقه دقه ماشي دفعه واحده. قربت لحدا الوجه ديال الجمل وعاودت حطيت ليه في كل ورقه حبه، وكنقلب الورقه. ومن بعد سديت الكتاب عاودت حليته وبديت كنقلب في الاوراق بيديا وهو كياكل داك الحب، وبديت كنعاود معاه نفس العمليه شي 10 ديال المرات. من بعد حطيت لي الكتاب وحليت لي الغلاف، ولاحظت بلي الجمل بدا كيقلب بعيني على الحبه. ملي ما لقاهاش بدا كيحاول يقلب الصفحه بلسانه. الكتاب كان كبير، وفعلا الجمل بعد شي وقيته نجحت قلب الورقه الاولى، وبدا كيعاود في نفس العمليه حتى سال الكتاب. انا تما ما بقيتش قادر نحبس الضحكه، وبقيت غير حالف امي وقلبي كان كيضرب بالسربه من كثره الفرحه والدهشه. ما تيقتش وبديت كنعاود معاه نفس الشيء، وتاكدت بلي الجمل قدر يعقل على داكشي اللي علمته. ما حسيتش بالوقت حتى لقيت الشمس كتمشي والحارس جاب لي الماكله الخبز والماء. قسمته مع داك الجمل بالفرحه. الحارس قال لي هو كيضحك، غدا الاعدام ديالك يا هاد الغريب، فين كان عقلك ملي تطوعتي؟ ما دويتش معاه ومشى وخلاني. تلاحيت فوق من التبن وحاولت الناس ولكن والو. بداو كيجوني شي افكار اللي في شكل، كنقول الا دخلت للساحه والجمل ما بغاش يحل الكتاب ولا تضعق بالجمهور شنو غادي ندير؟ بديت كنحاول نقنع راسي وكنقول انا في السفينه ديال الله، الا كان مكتوب لي الموت فغنموت غدا ولا بعده. بقيت كنخبر ونفك مع راسي حتى داني الناس. في الصباح فقت على التقاقيب ديال الحارس في الزنزانه، فقت ولقيتو حاط لي الفطور وقال لي هذه اخر وجبه غادي تاكلها، استمتع بها ولا بغيتي شي حاجه نجيبها لك، هادو الاوامر ديال الملك. شفت لتحت شنو جاب ليا، وبانت لي واحد السله عامره بالفواكه. ما قربتش ليهم اصلا، الشهيه ديالي كانت مسدوده وكنحس بالخلعه شاداني كامل. بديت كنسمع الصوت ديال الطبول والاحتفالات بحال شي كارنفال، والصوت ديال الناس العاليه. وبعد شي ساعات اللي قلال رجع لعندي الحارس، حل لي الباب ديال القفص وحل القنبه على الجمل ومدها ليا باش نجرو معايا. هزيت الكتاب وجريت الجمل اللي ولا صديقي واللي تبعني، وتبعت الحارس.
دزنا من واحد الطريق اللي مظلمه وصلنا قدام واحد الباب ديال الحديد الكبير. تما بديت كنسمع الغوات ديال الناس وشدتني الخلعه، ما بقيتش كاع قادر نتمشى. ولكن سمعت الحارس قال لي غير الا تعطلتي على الحاكم غيامره بالاعدام ديالك قبل ما توري حتى شي حاجه. تحل الباب اللي قدامي وبان لي الضوء ديال الشمس، وقدامي كانت واحد الساحه كبيره ديال الرمله ودايرين بها الجماهير اللي كتار. تلفت بالزربه وبان لي واحد السيد جالس فوق من واحد الكرسي ولا عرش، كندير على ظهره واحد الصوف اللي بيض ولابس واحد الثوب ذهبي، حط على راسه واحد التاج، وعرفت بلي هذا هو الملك. لاحظت ان الساحه عامره بزاف بنادم، شاب ديال السيله كله هنايا. قدامي كانت واحد الطابله ديال الخشب الوسط محطوطه وسط من الساحه، قربت ليها وحطيت الكتاف فوق من الطابله. جا غير تجمل وكلشي سكت من الغوات. شفت في الوجه ديال الحاكم ولقيتو كيضحك مع الوزراء اللي ضايرين به، كلشي كان كيتسنى شنو غادي يوقع. حليت الجمل الكوردة من عنقه وخليته، وبمجرد ما حليت لي الكوردة دور وجهه كيشوف فيا. سرحت الكتاب مزيان والجمل تحرك بوحدو لجهة الكتاب، بقى كيشوف فيه. كلشي بدا كيضحك، واحد شوية خرج الجمل لسانه وحل الغلاف ديال الكتاب، بشوية دور الصفحة بلسانه وبقى كيقلب على الحبة. ملي ما لقاهاش دور الصفحة، كيبقى يقلب عاوتاني كيبان بحال كيقرا. كلشي كان مندهش، وشفت في الوجه ديال الملك اللي كان مصدوم. بعد ما كمل الجمل الكتاب كله، جمهور وقف وبدا كيصفق، ومنهم الملك براسه. في ديك اللحظة حسيت براسي بحال شي مهرج وسط من السيرك والجمهور كيلوح ليا في الورد. ناض الملك من بلاصتو وخرج من تما، ومن بعد شفت جوج ديال الجنود جايين لجهتي. قال لي واحد من الجنود الحاكم راه طالب يشوفك في الديوان ديال القصر، ومشيت معاهم. قبل ما يدخلوني عنده بدلوا لي حوايجي بواحد الحوايج اللي نقيين ومشطوا لي حتى شعري، ودخلوني لعنده. واحد القصر اللي الخيال العلمي منقوش مزيان، بحال القصور الاندلسيه اللي خلطيهم مع البناء الروماني، لوحات معلقين في كل بلايص والنقوش في كل بلاصه. كاين حتى واحد التماثيل باللون الابيض. من الحوايج اللي دايرين التماثيل كيبانوا امراء ولا ملوك. وبقيت تابع الحراس، كنت قادر نشوف الحرس والخدم في كل بلاصه في القصر اللي كان كبير، داير بحال شي متاهه. في اي لحظه لمشيتي بوحدك تقدر تلف. وبعد لحظات وقفنا قدام واحد الباب اللي كبير، واقفين في جنابه جوج ديال الحراس لابسين واحد اللبسات في الحمر وهزين في يديهم واحد الرماح اللي طوال. حلوا لنا الحراس الباب ودخلنا. لقيت راسي في واحد الغرفه اللي كبيره، الوسط ديالها واحد الكرسي ولا عرش اللي كبير. جلس عليه الملك، وفي جنابه واقف الوزراء والمستشارين حاضرين غيوصوا. ما دخلت لاحظت بلي الحراس تحناو. انا بقيت كنشوف، وواحد من الحراس شاف فيا وخرج عينيه، وتما عرفت بلي حتى انا خصني ندير بحالهم. وحضرت راسي وقلت تحت امرك مولاي. الحاكم شاف فيا وقال لي مولاي هاد اللقب ما كيقولوش ليا، ولكن عجبني. كي درتي هاد الغريب ها؟ قلت لي اسمح لي يا مولاي، ولكن ما فهمتش. قال لي كي درتي حتى علمتي بك ما انها تقرا كتاب؟ قلت لي شويه ديال الحكمه والفطنه اللي تعلمتها في الارض ديالي. قال لي وفين جات الارض ديالك؟ قلت لي الارض ديالي كاينه في الغرب سيدي. قال لي ملي انت قادر تعلم لك ما تقرا، علاش ما قدرتيش تخليها تنطق؟ تما عرفت بلي الحاكم باغي يجبد لي لساني ويطيحني في شي مصيبه. قلت لي انا عبد مامور سيدي، وعلى حسب المرسول اللي جاني بلي جلالتك باغي نعلم الجمل ديالك يقرا كتاب، وما حددتيش ليا واش يقرا بصوت عالي ولا في خاطره، وعلى حسب اللي بان ليا الجمل كيعجبو يقرا في خاطره. كلشي بقى ساكت، والملك بدا كيشوف فيا واحد الشويه، بدا كيضحك بصوت لي عالي. وتما حتى الوزراء والمستشارين بداو كيضحكوا ويقول ما علينا يا هاد الغريب، انا ما كيبان ليا انت حكيم وذكي، هادشي علاش كيما وعدتك غادي تولي المستشار المالي ديال مخزون الذهب اللي كيخرج من المناجم. ابتسمت وقلت ليه هذا من الكرم ديالك سيدي، وتحنيت ليه بست على الثوب ديالو. قال لي يلا عمران غادي يوريك كلشي، يمكن لكم تنصرفوا. نصرفنا وخرجنا من الديوان، وجا عندي واحد الراجل اللي كبير وقال لي انا عمران. مديت يدي وقلت لي انا سليم، تشرفت بمعرفتك. على حسب ما قال لي الملك بلي انا المستشار المالي على المناجم، انا ما عارف شنو غندير دابا. قال لي يلاه وفي الطريق غادي نشرح ليك. تميت غادي مع عمران اللي قال لي انت دابا غادي تسجل الكميه ديال الذهب اللي خرجت من المناجم وشحال جابت ديال القطع، وغتكلف بالخلاص ديال العمال. قلت له من امتى غنبدا الخدمه؟ قال لي من اليوم الا بغيتي. انا غادي للمنجم اليوم والعربه كتسناني برا. قلت له حتى انا غادي نمشي معاك. شاف فيا وقال لي مزيان تكون متحمس هكا.
خرجنا لواحد العربة اللي كانت ملكية، ركبنا فيها وشدينا الطريق للمنجم اللي عرفت بلي كيتسماو مناجم الذهب أوزلو. المسافة كانت طويلة، وبعد شي ساعتين تقريبا وصلنا. هبطنا من العربة وتبعت عمرانة ودخلنا للمنجم، وتصدمت من كثرة العمال اللي كاينين تما. حتى من العمر ديالهم كانوا مخلطين دراري صغار وشباب، وحتى شراف اللي رابطين ليهم رجليهم بالسناسل ورابطينهم مع واحد الحجرة، واللي بغى يتحرك خاصو يجر مع الحجرة ويتحرك. قلت ليه ولكن علاش مخدمين دراري صغار وشيبانيين؟ قال لي هادو العبيد اللي جاونا من كاتاريكا، وإلا خليناهم في سيلة فغادي يكونوا غير عبء على السكان ومجرمين وشفارة. قلت لهم لي انتوما ما باغينهمش يكونوا عبء عليكم، علاش استعبدتوهم وجبتوهم من أرضهم؟ ولا نسيت انتوما جبتوهم باش تحرجوا عليهم في مناجم الذهب وكتقولوا بلي ما منهم فايدة؟ اللي كيبان لي بلي هاد الأرض عايشة من كتاف هاد الناس. قال لي يا عمران شوف أنا غير خدام، والهضرة اللي قلت لك هي الهضرة ديال الحاكم. من نهار مشى علينا الحاكم شاهين وحنا غاديين في الخسران، الملك صهيب ولا تابع غير الطمع وما بقاش كيفكر في المصلحة ديال الشعب. وهاد الهضرة لا سمعها شي واحد، حتى الهضرة اللي قلتي نتايا كون قلتيها للشخص الغلط لسانك غيتقطع ونيفك غيتحيد وعينك غادي تقبو، غتبقى خدامة في مناجم أوزلو وخا عمى. قلت لي إذا أنت كتأيد كلامي، ولكن لاحظت بلي قلتي من نهار مشى الملك شاهين أنا سمعت بلي مات. قال لي لا الملك شاهين بقي حي ولكن تنفى. قلت لي تنفى فين؟ قال لي راني ما عرفتش. قلت لي سمعت بلي الملك شاهين ملك خالد وما كيموتش. ضحك عمران وقال لي هذه غير إشاعة، قالوا الناس بيناتو. قلت لي على هذا الحساب شحال غادي يكون في العمر ديال شاهين؟ قال لي غتكون عنده تقريبا شي 58 هكاك، حيت تنفى ملي كانت عنده 48. دابا داز 10 سنوات ملي جلس ولد عمو صهيب على العرش. قلت ليه كيفاش حتى نفوه؟ قال لي يا عمران حتى واحد ما عارف بلي تنفى. قلت ليه كيفاش وصل للشعب كامل بلي الملك شاهين مات؟ واش الملك شاهين عنده شي ولد؟ قال لي طبعا عنده ولد. قلت ليه علاش الولد ما جلسش على العرش ديال بواه؟ قال لي راه الولد ديال شاهين كان صغير ديك الساعه وكان باقي ما وصلش لسن الرشد. بقيت كنشوف فيه وقلت ليه في هذا الشيء كامل كاين شي لعبه اللي كبيره. قال لي ما علينا خلينا نمشيو يقدر يسمعنا شي واحد. كملنا طريقنا وكنت كنشوف العمال كيحفروا في المنجم بواحد القطعة ديال الحديد وكيحطوا الحجره في واحد السطل ديال الخشب. قال لي يا ما غنتسناني هنا، انا غادي نمشي نشوف هذاك العامل شنو وقع ليه ونرجع. وانا كنشوف كندور عينيا بان لي واحد الشخص اللي انا كنعرفه، حكيت عينيا وعاود شفت فيه وابتسمت وقلت والله الا هو. كان هذا مراد صاحبي انا متاكد، مشيت كنجري لعندو ما داهاش فيا كان خدام. وقفت حداه وقلت لي مراد هذا انت؟ طلع فيها راسو كان باين عليه العياد بزاف، تحت عينيه كان كحل وحالته كانت موسخه وحوايجو مقطعين. قال لي سليم واش هذا انت؟ واش ما قتلوكش الحراس؟ ناض من بلاصتو عنقني. زيرت عليه حتى انا وقلت ليه توحشتك صاحبي. قال لي جابك لهنا واش حتى انت جابوك تخدم؟ قلت لي لا صاحبي ما جيتش باش نخدم، انا هو الشاف هنايا. قال لي الشاف كي درتي لها؟ قلت لي قصه طويله دابا نعاود عليك. قبل ما نسولو على الدراري سمعت واحد الصوت من ورايا، تلفت وانا لقاه عالي. قلت عالي، وكان من موراه سامية. تلاحيت عنقتو بان ليا جمال تا هو بعيد ومشيت عنقتو. سولوني واش حتى انا وقع ليا نفس الشيء اللي وقع ليهم. قلت لهم لا انا دابا هو الشاف ديالكم. تصدموا قالوا لي كي درتي لها؟ انا ما فيا ما نعاود ليهم. قلت لهم من بعد راه عمران غادي يجي دابا. قال لي موراه شكون هاد عمران؟ وانا نسمع الصوت ديال عمران من ورايا. قال سليم اش كدير مع هاد العمال؟ شفت فيه وابتسمت وقلت ليه راه سمعت بلي رئيس ديال الخدم في القصر كيقول بلي خاصهم الخدم وبانوا لي هاد العمال يصلحوا للخدمه. شاف فيا مراد وابتسم ونقول له عمران غادي نديهم معانا. قال لي اللي بان لك، الرتبه ديالك فوق من الرتبه ديالي، تقدر دير اللي بغيتي. عيطت لواحد من الحراس ولاحظت انهم كيحتارموني. قلت لي حل لهم السناسل وحلهم. خرجنا من المنجم وديتهم معايا للقصر في ديك العربه. ديت معايا حتى عمران حيت كنت محتاجه، هو اللي وراني الغرفة اللي غادي نبقى فيها. ديت الدراري ديريكت لعند رئيس الخدم بلا ما نتشاور مع تا واحد. غنكون كذبت عليكم إلا قلت لكم راني عارف شنو غندير، كنت باقي كنفكر ولكن ما عارف والو. دويت مع رئيس ديال الخدم وما عاودش معايا الهضرة، وبالزربة داهم باش يعطيهم حوايج جداد وداهم باش ينقيو حالتهم. على العموم دازوا أيام وأنا كنحاول نلقى القائد جلال
والعائلة ديال الوردة ولكن والو. قلبت السجون ديال سيلة شبر بشبر ولكن بدون جدوى، فقدت الأمل والوقت كان كيضيع من يديا. مكدبوش اللي قالوا الوقت كالسيف، إلا أن تقطعه قطعك. هادشي هو اللي كنعيشو دابا. المعنى الحقيقي ديال هاد المثل، وصل اليوم المعهود ليوم 30 بعد يوم الغفران، وهذا هو اليوم اللي كيتعدموا فيه المساجين. سمعت من واحد الحارس بلي كيدو السجناء كيخبيهم في واحد السجن تحت من الأرض. عم عاد ديك الساحة بالزربة بالجمهور اللي ما عرفتش شنو كيعجبهم يشوفوا في واحد كيتعذب. كاع السكان ديال سيلة كانوا مرض نفسيين، كلهم الأغنياء. كنت ما عارفش لحد الآن شنو غندير. مشيت حتى أنا وقفت حدا الكرسي ديال الملك، وأنا كنتسنى شي معجزة توقع. وسط من الساحة دخل واحد العدد كبير ديال الحراس، ودخلوا وسطهم عدد كبير من السجناء. عرفت بلي ما قلبتش في كاع السجون، وكانوا شي سجون سرية. سولت عمران وقلت لي شنو غادي يوقع. قرب ليا لودني وقال لي الملك قرر أنه يبدل الطريقة ديال الإعدام. قلت لي كيفاش؟ قال لي بغا يرمي هاد السجناء في الماء المغلي حتى توصل الجلد على العظم. عيني خرجوا، كنت كنقلب بعيني حتى بان ليا الأب ديال الوردة. قلت لي واش قلبه ما فيهش رحمة؟ كاينين تما بنات صغار. هز كتافو بانوا ليا الجنود كيوجدوا، وتمو جارين فوق من العودان واحد القدر اللي كبير اللي داير بحال شي طبسيل، وكان غارق. جاروه وقادو تحت من واحد العواد اللي كتار. عرفت مزيان شنو غيديرو. قلبي بدا كيضرب بالشد، وكنقول شنو غندير شنو غندير. غمضت عينيا. كتعرفو داك الشعور ملي ما كتكون قادر دير والو، وكتشوف كاع الطرقان قدامك مسدودين؟ هو هذا اللي جاني في هاد اللحظه. من بعد حليت عينيا، وكون غير ما حليتهم شحيت بليا وسط من الجمهور وغدا شنو جبل لهنا. تحركت من تما لجيتها ديريكت، وشفتها كترجع الخمار على وجهها. قربت لها وقلت لها وردة اش جابك لهنا؟ قالت لي اللي جابك هو اللي جابني، ودابا غير يكون هاني رجل فرج من عند الله. قلت لها كيفاش؟ قالت لي غير رجع لبلاصتك بلا ما دير الشكوك. ما فهمتش الهضره ديالها ورجعت لبلاصتي. من بعد شفت في البلاصه اللي كانت فيها وما لقيتهاش، فين اختفات ما عرفتش شنو المعنى ديال الكلام اللي قالت. كنت واقف حدا عمران، وبانوا لي الجنود شادين القائد جلال والعائله ديال وردة عازلينهم على السجناء الاخرين، مسلسلين لهم رجليهم مزيان. كنت ساهي معاهم حتى بان لي واحد خونا جاي لجهتنا، وعرفته كان هذا الشيباني، داك السارح البركاك اللي شفتو اول ما عرفش كنا غادي للدار ديال وردة. حاولت نخبي وجهي، ولكن قبل ما ندير شي خطوه سمعتو قال بالجهد راه كنت شاك هذا هو الراجل اللي شفتو مع بنت عاكف. ناض الملك من بلاصتو وشاف فيا. قلت ليش كتخربق انت؟ راه ماشي انا. قال الصراحه انا متاكد انت اللي شفتك راكب مع هذاك النهار. كلشي بدا كيشوف فيا، وحاولت نهرب ولكن والو. الجنود بالزربه شدوني هبطوني قدام الملك، وقال لي شكون انت وعلاش تخشيتي وسطنا؟ واش انت شي جاسوس من الغرب؟ قلت لي لا انا ماشي جاسوس. قال لي ما تقولش لي هاد الهضره، انا راه ما غاديش نرحمك. طلعت في عيني وقلت لي ما كنتسناش رحمه من واحد بحالك. الملك ما رحم حتى شعبه، بقى غير واحد غريب. قال الجنود هو معصب، هزوه من قدامي هبطوا للساحه حتى هو غادي يتعدم. جاروني الجنود وهبطوني حدا جلال وعاكف. قال لي عاكف سليم اش جابك لهنا؟ فين هي وردة؟ قلت لي غير سمح لي يا عمي عاكف، كنت كنقلب على شي طريقه باش نهربكم ولكن ما قدرتش. قال لي ما عليكش يا ولدي، اصلا الجنود ما كيهربوش من ارض الحرب. شاف في جلال وابتسم. كنت انا كنشوف في ديك البنت الصغيره وفي بنت عم وردة وفي السجناء اللي كيبكيو. وهنا تسمع واحد الصوت ديال المدفع، وكان هذا هو الإشارة على البداية ديال الإعدام. قربوا الجنود وهزوني أنا الأول، وبداو كيتمشاو بيا لجهة داك الماء المغلي. هزوني جوج ديال الجنود كانوا ناويين يلوحوني وسط منه. غمضت عينيا واستسلمت الأمر الواقع، ولكن فجأة حسيت براسي طحت في الأرض. فاش حليت عينيا بانوا لي الجنود اللي كانوا هازيني طايحين حدايا، وفي راسهم مغروسين أسهم. بديت كنسمع الصوت ديال الأسهم كتير كيطلقوا. بديت كنسمع الصوت ديال الغوات بزاف وديال الخطاوي كتير، بحال بدات شي حرب. نضت من بلاصتي وشفت الحراس كاع مرميين في الارض وغارقين في الدم ديالهم. البلاصه تحولت لساحه حرب. شفت وردة جايه لجهتي كتجري. حلت لي داكشي باش كانوا مكتفيني. قلت لها شنو واقع؟ قالت لي من بعد نعاود ليك. مشات كتحل السناسل على باها، فكتنا كاملين وقالت لينا تبعوني. قلت لها شنو واقع؟ قالت لي شاهين كطارق رجع. قلت لها فينا هو؟ قالت لي راه باغي يرجع العرش ديالو وطلب المساعده من مملكه نوماضيا. خلينا نخرجوا من هنايا.
جاغاتني وبانوا ليا شلة جنود داخلين وسط من الجماهير وكيقتلوا في الجنود ديال الملك، وكيخرجنا من المنطقة بليا واحد الجيش الكبير، الفرسان ديالو كلهم ملتمين بالبيض، كان العدد ديال الفرسان كبير بزاف. دخلنا وسط من داك الجيش وبقينا داخلين حتى وصلنا لجيت واحد الراجل كبير في العمر راكب فوق من واحد الحصان وكان ملتم حتى هو، هبط من العود وبدا كيقرب لينا. قلت له شكون هو هذا؟ ما جاوبتني. شوف اش وصل حيد التام عليه، وكان هذا السي الحسن اللي تلاقينا معاه فاش كنا مخيمين، نفس الراجل. اش كيدير هذا هنا؟ وانا نسمع قالت لي الملك شاهين، وسمعته قال لي اكيد عرفتيني يا سليم. قلت له عرفتك انت هو السي الحسن، شافت فيا واخده وقالت لي واش كتعرفو مزيان؟ قلت لها اه. كنا داو تسمعنا الصوت ديال الجنود جايين من جهه السيله، والواجهه القداميه ديال الجيش واقف فيها صهيب اللي بدا كيغوت. وقف الجيش ديالو انفصل الجيش ديالنا وقال ولد عمي العزيز نفيتك للجحيم ورجعتي. بدا كيغوت شاهين ولا الحسن وقال لي جيت باش نديك معايا صهيب، العرش ما يليقش الكلب بحالك. هو يشوف فينا شاهين وقال لنا غتنوض حرب كبيره هنا، من الاحسن تمشيو. بعدنا فعلا فوق من العودان من تما، وبدات الحرب بين الجيوش، ولكن من الاول كانت باينه الكفه مايله للجيش ديال شاهين، حيت العدد ديال الجيش ديالو كان كبر من الجيش ديال صهيب. كان طالب المساعده من جوج ديال الممالك، نوماديا واحد مملكه سميتها ارانوس. دارت حرب لطاحينه، وفي وقت اللي خصا يقدر الجيش ديال شاهين يصفي الجيش ديال صهيب، وتشد صهيب شدوا الجنود وقطع عليه شاهين الراس ديالو. هز الراس ديالو في يديه وقال هذا المصير ديال كل واحد يتآمر على سيادو، هذا الراس غادي يتعلق في الباب ديال السيله باش يكون عبره. وتحرك لجيتنا شاهين فوق من العود، وقف حدايا وقال لي اكيد غادي يكون عندك بزاف ديال الاسئله وانا مستعد نجاوب عليهم. قالت لي واخده سليم حنا غادي نسبقوك لكاطاريكا. شفت انا في شاهين وقلت لي كيفاش حتى مشيتي للعالم ديالنا؟ قال لي قصه طويله، والمختصر ديالها هو انه صهيب ولد عمي تحالف مع الكهنه وقدروا يفتحوا بوابه بين الارض ديالنا والارض ديالكم ونفاوني لتما. قلت لي ولكن سمعت بلي انت اللي كنتي متحالف مع الكهنه، وسمعت تاني بلي ملي عنوا على الوفاه ديالك صهيب امر باش يحرقوا الكهنه. قال لي اه دار هادشي باش يضمن بلي حتى شي واحد فيهم ميخرج السر. قلت لي ولكن علاش ما رجعتيش من البوابه؟ قال لي ما كنتش قادر. قلت لي علاش وشنو المانع اللي كان عندك؟ قال لي قبل ما نخرج من ارض كاطاريكا الكهنه خذوه من دمي وختموا بيه على البوابه باش نولي مطروط وما نقدرش ندخل. قلت لي هذا علاش انت خليتينا ندخلوا لديك المغاره؟ قال لي اه باش ملي تدخلوا نتبعكم وتكونوا نتوما هما المفتاح. قلت لي ولكن شنو القصه ديال الناس ديال القريه اللي ماتوا في المغاره؟ قال لي الناس ديال القبيله كانوا داخلين على الطمع، داكشي علاش المغاره دخلتهم في متاهه وما خلاتهمش يدخلوا لكاطاريكا. قلت لي هادشي كان يقدر يوقع علينا حتى حنا. قال لي شاهين لا، نتوما تاكدت انكم ما غتدخلوش على الطمع، داكشي علاش قلت لكم القصه وعرفتكم غادي تمشيو بسبب الفضول. قلت لي اللي فهمت هو انه ماشي انت اللي فتحتي البوابه. قال لي اه. قلت لي علاش كيقولوا بلي انت اللي عارف كيفاش نخرجوا من كاطاريكا لارضنا؟ قال لي حيت انا اللي عطيت لبعض الكهنه كلمه السر. قلت لي وشنو هي؟ قال لي نفس الجمله اللي قريته ملي دخلته. قلت لي عقلت، خلف الصمت هناك ارواح كرهت الحديث. قال لي هي هادي، مجرد ما تحط يديك على الباب وتقولها بصوت عالي غادي ترجعوا لارضكم. شفت مراد كيعيط عليا من بعيد ومعاها علي وسمير وحتى جمال. قال لي شاهين العربه كتسناكم باش تديكم الكاطاريكا في غتلقاو الباب. نطت وشفت في الدراري كيجريو لجهتي تعانقنا، وركبنا في واحد العربه وتحركنا. ملي دزت على السوق هبطت وقلت للدراري سبقوني الكاطاريكا انا غادي نتبعهم. ومشيت لعند الشيباني حكيم، دخلت عليه للحانوت ولقيتو جالس فوق من الطابله ديالو. قال بلا ما يشوف فيا كنت عارفك غادي تخرج راسك من هاد المشكله. ضحكت وقلت لي جيت باش نودعك عمي، غادي نرجع لبلادي. ناض من بلاصتو وعنقني وقال لي طريق السلامه ولدي، تهلا في راسك وعندك تنسى ما تمشيش لعند الحاضي. قلت لي فكرتيني كنت غادي ننسى. خرجت من عندو دزت لعند الحاضي هزيت العوده ركبت فيها وشديت واحد الطريق مختصر لكاطاريكا. عرفتو ملي استقريت في السيله وصلت لعند الباب ديال كاطاريكا وشفت ورده والدراري واقفين عند الباب. نزلت وشفت في ورده وقلت ليها رجعت لك العوده ديالك سالمه. ضحكات وقالت لي الحمد لله اللي رجعتي انت بعد سالم. حشمت انا وشفت في الدراري اللي كانوا كيشوفوا فيا وكيضحكوا. قال لهم مراد خليونا الدراري نمشيو حتى يتبعنا سالم. تحركوا وبقيت انا كنشوف في ورده وورده كتشوف فيا، كل واحد فينا كان كيتسنى الاخر يقول شي حاجه ودوينا في نفس الوقت. قلت لها غير هضري انت الاولى. قالت لي دابا غترجع للعالم ديالكم ما بقيناش غادي نشوفوك. قلت لها علاش واش ولفتيني؟ شفت وجهها اللي ولا احمر؟ وقالت لي لا 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 غير
تهلا تهلا فراسك. قربت لي بسني في حنكي ودخلات. تما ما عرفتش شي حاجه تحركات فيا، واش هذا هو الحب؟ وسمعت دايك يعيطوا من مورايا كيقولوا يلا خلينا نرجعوا في حالنا. تحركت معهم، وكان معنا واحد الجندي هو اللي ورانا واحد الباب مهجور كاين وسط من الصحراء. طبقنا الشروط اللي قال لنا شاهين وغرقنا عاوتاني في الظلام. فاش فقت حدا الطوموبيله نضت من بلاصتي وشديت في راسي. ناضو حتى الدراري وقال لي سمير واش رجعنا؟ قلت لي اه. قال لي عالي خلينا نجمعوا هادشي ونزيدوا من هنا، ما نزيدوش ثانيه واحده. جمعنا حوايجنا وشدينا الطريق. وصلت قدام الدار ودقيت وخرج عندي الوالد شاف فيا وتصدم. كنت كنتسنى يغوت عليا ولا يضربني، ولكن تلاه عنقني وقال لي يا ولدي سليم فين كنتي وفين مشيتي هاد 10 ايام؟ عينا ما نقلبوا عليك. ما جاوبتوش. وزيدو شنو غنقول ليهم؟ كيفاش 10 ايام؟ انا غبرت مده لي طويله، ولكن ما قدرتش نفكر في هادشي دابا. دخلت وشافني الوالده اللي حتى هي بدات كتبكي، ولدت كتعنق فيا. ملي سولوني فين مشيت قلت لهم غير تستريسيت مع الباك وحسيت بشويه ديال الخلعه، داكشي علاش هربت من الدار. طبعا ما تيقونيش، ولكن ميكو غمضوا عينيهم. دازو سنوات وتخرجت من كليه الطب، ولكن ما كنتش قادر نسى ورده ولا نحيدها من بالي. وهاد النهار خرجت من الخدمه وهزيت الطوموبيله ديالي ومشيت نفس ديك القريه اللي خيمت فيها انا والدراري. كنت مقرر اني نرجع لكاتاريكا ونشوف ورده ونقول لها باللي كنبغيها. كنت كنطلب باش ما تكونش تزوجات. دخلت المغاره وخرجت من الباب لكاتاريكا، توجهت للباب ديالها. وهاد المغاره كنت مستعد ومشيت ديريكت للكوخ اللي ساكنه فيه ورده هي وعائلتها. مع الوقيته اللي وصلت ديال اللي لقيت احتفالات كاين حدا داك الكوخ. قلبي كان غيطيح في الارض. جا في بالي باللي هذا العرس ديال ورده. تلفت باش غادي نرجع وانا نسمع واحد الصوت كيقول خويا سليم هذا انت؟ تلفت وانا نلقى واحد البنت بقيت كنشوف فيها. قلت لها ما عرفتكش. قالت لي الاخت ديال ورده بلقيس. قلت لها كبرتي؟ قالت لي راه دازو سنوات. اش جابك الكاتاريكا؟ قلت لها كنت جاي باش نشوف ورده، ولكن بان لي بلي هي اللي غادي تتزوج، هذا العرس ديالها. بدات كتضحك بلقيس وقالت لي هذا العرس ديال ترنيم وجلال. وتما ابتسمت قلت لها بصح فين هي ورده؟ قالت لي مشات تجيب الماء من الواد. مشيت كنجري لجيت الواد باش غادي نشوف واحد البنت بشعر كحل وطويل هزه واحد القله ديال الطين وكتعمر الماء من الواد. قربت ليها بشويه وقلت لها واش هاد الواد كيشربوا منه الناس؟ تلفتت ليا بقات كتشوف فيا ونقول لها واش ما توحشتينيش؟ قالت لي سليم. وهي طيح القله في الارض وعنقاتني. قلت لها ما كانتش عندي الشجاعه باش نقول لك راني كنبغيك. أصدقائي القصة سالات، أتمنى تكون في المستوى المطلوب. ولا نجحات بزاف وعجباتكم طبعا، والنجاح كيعني به فوق 50,000 مشاهدة بهذا الشكل هذا ولا 46,000 تقريبا. غادي نزيدوا الجزء الثاني ديالها ونكتبوه. على العموم كنتو في قناة ميمير، أحبكم في الله. ليلة سعيدة. أديوس أميغوس.